شريفاني ننتظر فيك. صرت شوف ندير لك عوس. عوس على بالي بيك، راك في المرشي. أنا درت لك الأخ شريف الرابط في الصفحة، نروح نكملوا الدردشة. بالك لربما فيه بعض الإخوة هكذا. سلام، أهلا عواس. شوف غير جبدناك برك. يلا هاني نشرت الرابط يا عيسى. انا شرط الرابط، المهم تحب تجي روح ندير شوية. بالك دوك يجي شريف. اسمع اللي راهم مازالهم سهرانين، تو كندا وتو الماريكان، تاع لي جماعة تاع البلاد. على بالي بلي دوك راه نصهم يشخر. ودارك خدام مع عواس. هاني نستنى فيك عواس. عيسى هاني نستنى فيك. تو شريف استغفر الله. الجماعة اللي راهم في كندا وفي أمريكا وين راهو كاين ديكالاج تاع وقت، على بالي بيهم دوك راهم سهرانين. هما دوك راهم هذا وين تعشاو، تبان لهم نورمال. من الإخوة اللي راهو في الجزائر كاين منهم اللي راهو درك يشخر، كاين اللي دوك نوضهم، كاين اللي دوك راهم مابونين في الصفحة غير يشوف الكل، يشوف البث المباشر يقول لك واش صرا هذا واش كاين. كنت نقصر انا وشريف، قلت انا نزيدو نكملو الدردشة. قلت له ان بالك لربما فيه اخوة هكذا كانوا يتبعوا بالفي في المداخلة اللي درتها في اليوتيوب، بالك ما واحد يطرح اسئلة، ولا بالك كاين بعض الاشياء هكذا اللي متعلقة النقاش هذاك اللي راهو دائر، وكاين بعض النقاط اللي ما ذكرناهاش. كنت نتحدث بعفوية هكذا، ما كانش تحضير هكذا والله اسمه. شفت كيفاه كنت تتعشى. هيا كمل العشاء نتاعك الفيت فيت عيسى، كمل العشاء نتاعك فيت فيت وروح. كاين بعض النقاط ما ذكرناهاش، قضية نتاع المغرب، قضية هذيك تاع اسمه تاع حقوق الإنسان، واللي هي داخلة في هذا الإطار هذا نتاع ترتيب الأولويات. مثلا لما تكون انت في حرب، ولا تكون مثلا انت عندك مشاكل على الحدود نتاع البلاد نتاعك، ما هي الأولويات اللي لازم الواحد يقوم بها؟ على بالي الأخ يوسف راه ثانية نتاع الصباح ومازال قاعدة. روح ترقد على روحك يا صاحبي، فهمت؟ كاينه بعض الاشياء اللي هي تدخل في هذا الاطار على جال باش درك مثلا سواء تعلق الامر بالشعب ولا بالسلطه. لما تكون انت مثلا في حرب وش هي الاولويات نتاعك؟ لما مثلا قال مثلا في هذا ال ايه درت فيديو قبيل على تكلمت قبيل او منشور في اليوتيوب في الصفحه نتاعي. لما مثلا تكون مثلا حاله كيما هذه نتاع كورونا، واش هي الأولوية تاعك؟ فهمت؟ قال مثلا راه انت عندك وباء منتشر، راه الناس تموت، راه الناس تمرض، واش هي الأولوية تاعك؟ الأولوية تاعك هو انك تروح تحكي على الدستور، هي مش منطقية. دونك انت
لازم تتعامل مع الواقع اللي راه فيه. عندك دوك مثلا مشكل اقتصادي، وش هي الاولويات نتاعك؟ عندك مشكل امني، وش هي الاقتصاد نتاعك؟ وش هي الاولويات نتاعك؟ عندك مشكل عسكري، وش هي الامن الاولويات نتاعك؟ عندك مشكل سياسي، وش هي الاولويات نتاعك؟ الى غير ذلك من المسائل. ثم انت تتعامل مع الواقع، تتعامل معه من خلال هذه الاولويات اللي انت تديرها. فهمت؟ عجب لي ربي، كاين مشكل في ال راك تسمع فيا عواس والله. عجب لي ربي، وقيلا كاين مشكل في ال ها الو الو عواس. هاي هكذا النهار ما يمشي. فهمت عمي عواس، درت قبل مداخلة على المباشر في الصفحة نتاعي نتاع اليوتيوب، وكانت كاينة بعض الأشياء اللي ما تكلمتش عليها. دونك قلت أنا نزيدو نتناقشو، بالإضافة إلى أنه كنت نتناقش أنا والأخ الشريف، زاد طرح لي واش هو ذا اللي بيان نوهر. الشريف وقيلا راح تدير كسكروط. هيا سا مارشي، الفرنسي نتاعك واعرة واعرة عيسى. هيا كمل الطبسي نتاعك وروح روح، على بالي بك تتسخن الحالة نتايا. حتى ما التونسي راح مولى من ذاك العام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشريف مازال ما جاش. المهم بإمكان الإخوة اللي يحبوا يشاركوا، اللي راه موجودين في الصفحة نتاعي بطبيعة الحال. تعرف الحرب ها؟ والله غير حبيت نقصر شوية أنا والشريف، قلت له بالك لا عود راه عيسى، بالك لا عود راه حبي يقصر معنا وما فهم فيها والو. وقلت بالك كاين بعض الإخوة هكذا، واحد زوج ولا ثلاثة هكذا هما اللي فين يتبعوا. قلت أنا بالك لا عود كش ما راهم طرحوا أسئلة، والله هذا ما كان برك. تالي ما هوش وقت تاع اللايف، وانا على بالك عندي دي ريغلاج في النوم. راه الشريف هذا راني بعث لك شريف الرابط. تحدثنا الأخ واسمه عيسى، تحدثنا عن الأولويات، أولويات تاع الشعب وتاع السلطة
في ظل هذا الحراك، وش هي الأولويات نتاع الشعب؟ كي نتحدثوا على الشعب نتحدثوا بصفة عامة، لأنه الحراك هذا جزء من الشعب. هاد الناس اللي راهم موجودين في الحراك مش هم الشعب، هم جزء من هذا الشعب. شعب راه فيه أكثر من 40 مليون، والناس اللي راهم مشاركين في الحراك مش هو الشعب. كانوا نقولوا مثلا ثلث ولا ربع من هذا الشعب. فهمت؟ وش هي الأولويات نتاع الناس في ظل هذا الحراك؟ والناس السلطة، وانت كي تقول على الأولويات مش فقط هو المطالب بل الأفعال. مثلا كي يقولوا مثلا دوك انت اكزامبل، مثلا السلطة، السلطة وش هي الأولويات تاعها؟ وش هي الأولويات تاع السلطة؟ تشوف أنت من خلال الأفعال تاعها. يا هل ترى الأولويات هي الانتخابات؟ يا هل ترى الأولويات هي تعديل تاع الدستور؟ يا هل ترى الأولويات نتاعها هي الفاكسان؟ يا هل ترى الأولويات نتاعها هي هذه السيولة، السيولة النقدية هذيك، غياب واسمو النقود في المراكز نتاع البريد؟ يا هل ترى الأولوية تاعها هي إثارة هذا الموضوع نتاع نزع الجنسية؟ يا هل ترى من الأولويات هي هذا إثارة موضوع نتاع الدحداح؟ لماذا أنت قال مثلا أنت تتكلم مثلا في هذه المواضيع في هذا الوقت بالذات، وإن أنه الشعب راهو قال مثلا هو يطالب بدولة العدل والحق والقانون؟ ونفس الشيء فيما يتعلق بهذا الناس اللي راهم دوك مثلا في هذا الحراك، ما هي الأولوية نتاعهم؟ أولوية نتاعك هو أنه أنت دوك اليوم مثلا خرجوا شعار في هذا الحراك نتاع قانون الأسرة لابوبال، والمعروف هو أنه هذا القانون نتاع الأسرة مستمد من الشريعة الإسلامية. الناس اللي راهم دوك هما يعرفوا هذا القانون نتاع الأسرة فاهمين. تقول لي دوك مثلا باللي قضية نتاع الميراث، مثلا الميراث ديرو ربي وموجود في القانون، قضية نتاع الزواج دارها ربي ومذكورة في القانون، قضية نتاع الطلاق دارها ربي ومذكورة في القانون. دوك انت يا انت راك مسلم ولا بطلت؟ فهمت؟ انت دوك رايح تبدل، انت تبدل سلطة، ما تقدرش انت تبدل شريعة. فهمت؟ انت شعب، شعب، شعب مسلم، حبيت ولا كرهت؟ الناس انت دار الثورة فيها اكثر من 1.5 مليون من الشهداء، وتجي انت يجيو الذري كما يقولوا يجيو انت يناقشوك في امور تاع شعار هذا، واش هو؟ شكون يقف وراء هذا الشعار؟ معروفين الناس اقلية يتحدثوا على المشروع نتاع المساواة، لكن لما انت تتكلم عليهم في بعض الامور ما يقبلوهاش. تحاول انت هو انك تدير انت المساواة بين الرجل والمرأة. هاو كاين اشياء مش القانون اللي راهو منح، راهو شعب. نعطيك امثله، مثلا القضيه تاع الميراث. الميراث في القانون موجوده، لكن في واقع الناس تلقى واحد ياكل اخته ولا اخت تاكل اخوها، ولا تلقى مثلا عائلات هو انه قال مثلا امراه هي تستحق، قال مثلا عندها حق وعندها حق ليها ولا لولادها وياكلوها. وتلقاه يهضر لك بربي والنبي والرسول والسنه وما على باليش واش. يا هل ترى القانون هو راهو هو منع هذيك المراه على جال باش تدي الميراث تاعها؟ ما كاينش منها، القانون عطى لها الحق نتاعها. كاين الناس اللي ربما بالك ما يحبوش وما يروحوا للمحاكم، والله قال مثلا يحشموا والله كذا. انت واش طالب؟ انت طالب انت قانون الاسره هذا يلا طيشوا الله بوبال. قال مثلا دوك انت يا المراه يطلبوا فيها مثلا الشرط نتاع الزواج الشريف، يطلبوا فيها قال مثلا واسمه الا المثل، يطلبوا فيها مثلا شاهدين مثلا نتاع الزواج او الولي نتاعها، تجي تقول انت ما كانش، او قضيه قال مثلا نتاع الحدود قال هذه ما كانش،
أمور واحدة أخرى، أمور واحدة أخرى، ماشي غير قضية واحدة أخرى. هذه الجماعة قال لك يحوسوا قانون تاع الأسرة لا فوبال، أرميه لا فوبال. أهلا الأخ نور الدين، هل تسمعوني الأخ نور الدين؟ سلام، راك تسمع فيا؟ اسمع فيك مليح. هيا لاباس، خلاص تنبلي اللي ما سمعتنيش. واش راكم؟ الحمد لله، صحتكم، اموركم، سهرانين اليوم يا سيدي؟ ها لون السهره، السهره راح الصوره تاعك راح تسمع ولا اني نسمع فيك؟ ايه صحيح، من داك تتقطع. بالك من عندك؟ ايه ممكن من عندي، ممكن لانني استعمل الويفي. الويفي يا باك في بعض الاحيان يكون ضعيف. المهم لك شمرك، في بعض الاحيان، في بعض الاحيان لك شمرك مشعل طفيه. ها لك شمرك مشعل حاجه اخرى. انا طفيت التلفزيون مشعله. ايوا انا طفيته، كان تلفزيون شاعل طفيته، ايوا لان التلفزيون دوكا مليحه، راهي مليحه. واش قلت لك هو عيسى، قلت لك هو راح يضرب فيها الطبسي اللوبيا، دوك يجي يكمل الطبسي اللوبيا. واش قال لي يضرب الطبسي تاع اللوبيا بصحته مع البرد هذاك، ما يلقي اللوبيا ولا عدس. كرة عند الثلج ثم في كندا. تمسخر انت ولا ما هنا راهي برد على كل حال. احنا راه مربع عندنا الحال. نو احنا في النهار ما شاء الله، في الليل بدا البرد. واش يا هاي الحالة، واش راك تحكي لي الاخ نور الدين؟ واش الحكاية؟ واش القصة؟ والله قلت انا بالك درت شو هكذا مع الاخوة، بالك كاين بعض مع الاخوة. كاش حضور تاع الإخوة، هاو نصر عيسى، معاهم شوية. عيسى راه موجود، عيسى دوك يجي. عيسى دائما موجود يتبع يا سيدي، دائما كونكتي. اللعب عيسى دائما كونكتي. عيسى قال لك ما نتبعش، قال لك ما نتبعش التلفزيون، قال لك نتبعك انت. شفت كيفاش؟ ما يشوفش التلفزيون عيسى، تسمى ما يشوفش وقع التلفزيون كاع، يتبعك غير ده، غير ده تشعل هو يشعل. الأخ عيسى فهمت. عيسى من الأوفياء، من الوفية. واش بيك انت؟ قال لك يعني واش بيك؟ كيفاش؟ اللي مربط عيسى. الأخ عيسى، واش باش درت العدس بالكوتليت ولا درته بال باش؟ خلي عليه سر. يا سر. يا دلي شوف، اليوم خرجوا لنا جماعة هذوك نتاع قانون الأسرة لا بوبال. جماعة حركوهم، تحركوا على جال باش هما محاولة من المحاولات على جال باش يفكوا هذا الحركة هذا. وفي المقابل كاينين الناس يصعدوا، صعدوا من بعد باش الناس، انت تشوف انت أغلبية نتاع الشعب يقول لك يا خلاص هذا ما ولاش حركة هذا ولا، فهمت؟ تسمى كل واحد داير صوب في راسه يقول لك خلاص صاي. وما كاينينش مع دوك الجماعه، من صالحهم هو انه يتفك هذا الحراك، فهمت؟ هذا هو الهدف نتاعهم، وما يحاولوش يفكوه. وجماعه يعطيو لهم في المبررات، يا خويا حبس دير مره في السمانه، اولا ما تكثرش على القوه تاع الامن لانهم راهم يخدموا يوميا. انت كي دير انت مثلا مسيرات مره في الاسبوع وتكون منظمه بشكل احسن ومؤطره، تكون شعارات غير استفزازيه، تبقى انت مواصل على الزخم هذاك نتاع الحراك. وفي نفس الوقت لما يؤطر فيما بعد انت رايح غدوه، انت تفرض امور، حتى نقولوا مثلا غدوه لو كانت تكون في اطار نتاع
تصعيد، ولكن التصعيد غير الصدامي، فهمت؟ تصعيد غير الصدامي وغير المضر بالمصلحة نتاع البلاد. تقدر انت فيما بعد غدوة انت مع الوقت هو انك تفرض اشياء، تفرض قال مثلا القانون نتاع الانتخابات، تفرض قال مثلا غدوة نتاع الموعد نتاع الانتخابات، تفرض النزاهة نتاع الانتخابات، توصل البناس للبرلمان والحكومة، الانتخابات الرئاسية، كي يكون الشعب متوحد حول راية واحدة، حول راية واحدة وحول هدف واحد. بصح باش انت تروح انت تخلي دوك هاد الناس هادو دوك اللي صالح من، اللي صالح من دوك هادو الناس، واحد يخرج لك خي واسمو شعار نتاع هذا نتاع قانون الأسرة لابوبال، والآخر يقول لك الجنرالات لابوبال، والآخر يقول لك ذاك، والآخر يقول لك ذاك، والجماعة هما قاعدين يلعبوا في اللعب نتاعهم. هذه هي أخ نور الدين، يا واضحة واضحة الأمور، الواضحة الأمور أن السلطة الفعلية لا تريد لا تريد الحوار ولا تريد التغيير ولا تريد أي شيء. فلما تشوف أنت أمور ما كانتش حاضرة وتحضر في هذه، خاصة بعد رجوع خالد الزهر، كل أمور هذه اللي تحدثها دي ما كانتش تحدث في الأول، كانت الناس تخرج فيه بعض في بعض الـ بعض الـ بعض كيما نقولوا حنايا اللافتات، او بعض الشعارات، او بعض الاهازيج ربما انسان يتحفظ عنها وكذا، ولكن ما كانتش بتدخل في هذه تاع قانون الاسره، قانون الاسره لابوبال، ويديروا في هذه وهذه الهضره هذه اللي تحب تسخن البندير وتكسر. ما كانتش، كانت الناس تخرج وتطالب بالمطالب، زو سوايع ثلاثة تدخل دارها، كانت منظمة، كانت الناس تخرج تطلب رحيل النظام، وهما يقصدوا بالنظام مش يقصدوا يعني ذهب إسقاط 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 الناس اللي كانوا في النظام السابق، النظام السابق هذوما المعروفين دوك. انت مثلا حتى كي تجيب لهم واحد ويعرفوا عليه باللي نازيه ما راحش يقول لك خليه ما يتكلموش عليه. وهذا هو الصراع، راه موجود في هذه الحلبه. الشعب الجزائري ما حبش يشوف الناس القدم اللي كانوا في النظام بوتفليقي، خاصه البوتفليقي لعشرين سنه الماضيه، اللي كانوا شاركين في نهب الاموال وتعفن الحاله السياسيه في الجزائر. الان هاد الناس هذوما الشعب الجزائري رافضهم، الحزب اللارندي بعلو فلان رافضهم، الان راهم هما ينظموا روحهم باش يدخلوا الانتخابات. هاد الامور هاد الالاعيب تاع الرئاسه اللي يستقبل شخصيات ورؤساء احزاب، هادي جازت على سلال وجازت على احمد ويحيى. الشعب الجزائري او يبحث على حاجه جديده، وهذه الحاجه الجديده معروفه عند النظام، ولكن النظام ماهوش حايب يديرها، ماهوش حايب يطرق ليها، ماهوش حايب يروح يمشي عن في هذاك الطريق، حايب هو بالطريقه اللي يحب هو باش يخلق لك الطريق اللي يحب هو، لازم يخلق لك مشاكل وبعد يعيش يقول شوف هادو ما شوف كيفاش شوف كيفاش. هذا هو الصح، هذا هو الواقع الاخ نور الدين. انا هكذا نشوف الان النظام بعد سنتين تاع الحراك وموقع حتى شيء غراف، من المفروض النظام هو بداته يفتح البيبان ويريح مع ناس، مع احزاب سياسيه ومع شخصيات سياسيه التي تكون نزيهه، كي يشوفها الشعب يرتاح. دوك انت كي تنادي لي واحد اللي يكون نظيف وتناديه للرئاسة باش تناقش معه، أنا نعطيك 100% الشعب وينتظر مني فيها يكون خير. بصح أنت تروح تجيب لي الناس اللي هما معروفين عليهم أنهم ما فيهم لا خير، ما عمرهم ما شافوا الناس منهم الخير، ما راحش الشعب يبقى يخرج. هو المؤشر الأخ نور الدين، المؤشر على أن النظام وراه يمشي في طريق الصواب هو اختيار الرجال، هذا أول شيء.
ومن بعد يجي من بعد اختيار الرجال اختيار المشروع. ما هو الطريق او المشروع اللي حابه السلطه تمشي عليه باش دير تغيير، بس تحسن الاوضاع وتغير. هنا الشعب الجزائري بعد كيشوف باللي الطريق يتمشي في طريق صواب يقعد في داره ما يجيش يخرج. عطالك 100%. الاخ شريف اسمع دوك النظام. نعم تفضل. النظام راهو واضح، النظام درك الان هو راهو واضح من انه راهو يستعمل في عامل الوقت، وراهو درك لو كان جات راهو درك هو عنده النيه نتاع التغيير، لو كان هو قام بتنازلات، ولا راهو قام هو درك باجراءات اللي هي تخلي الشعب هو انه يثق. بارك الله فيك. المشكل ما راهوش هنا، المشكل هو انه درك النظام راهو يستعمل في عامل الوقت، بدليل هو انه عين الحكومه بدون اراده الشعب، بدليل هو انه فوت الدستور بغير اراده الشعب. صحيح هو انه درك راهم كاينين الناس داخل السلطه هذا وداخل هذا النظام هم مش حابين هو انه الجزائر تذهب بالمنزلق، بدليل هو انه راهم مازال الى حد الان رغم كما يقولوا الاستفزازات، رغم مرات الاحتكاك، لكن مازال هم محافظين على الهدوء نتاعهم. كاين الناس درك مثلا انت يشوف لك هكذا يصور لك، قال مثلا شرطي طبع امراه ولا لك يدير لك منها واسمو انت. الناس ها معنا في فرنسا تاع لي جيلي جون هذوك يضربوا فيهم الدبرك مولاه في 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 بلدان واحد اخرى الدبرك مولاه. احنا الحمد لله مالغري نقولوا مثلا راهو كاين تعنت وراهو كاين تصلب وكاين كذا وكاين واسمو كي نقولوا مثلا اعتقالات ولا كذا، لكن مازال ما لحقتش الامور للناس اللي راها درك يعني اللي الناس راهي اخضر الناس ما تمنوهاش. المشكله ما راهيش هنا الاخ شريف، النظام راهو درك هو يستعمل في عامل الوقت من اجل هو انه يحبس هذا الحراك، بدليل هو درك راهو ولا يقول بلي الحراك الاصيل، بمعنى انه الحراك الاصيل اللي وصلهم للسلطه هذاك حراك اصيل. هذو الناس اللي راهم درك راهم يعارضوا، هذو راهم درك خوانا وناس مشوشين وناس مشوشين استقرار وناس كذا. بصح المشكل هو انه كاين بعض من الناس اللي هما درك يعطيو لهم في المبررات. كان من المفترض هو انه قال مثلا درك بعد عامين الناس يا خويا راهم درك تضحوا من انه راهم كاينين ناس ناشطين، كاين ناس ناشطين، كاين ناس مازالهم مداومين على هذا الحراك، كاين الناس اللي راهم درك مثلا عندهم رؤى عندهم افكار عندهم كذا. يا خويا تلتقي الناس على مائده الحوار، توضع الناس قال مثلا ميثاق بين هذ الناس اللي راهم دركهم في هذا الحراك في الداخل وفي الخارج، وقال مثلا هذه الحاجه احنا ما نقولوهاش، ما تدخلش الناس في صراعات مع الشرطة، ما تدخلش الناس في صراعات مع القوة تاع الجيش، ما تدخلش الناس في صراعات مع تاع المخابرات. هذا لا يعني هو أننا نقبل الممارسات نتاعهم، ما نقبلوش بالممارسات، ما نقبلوش بالظلم من أي جهة كانت، سواء صدر الأمر من الناس في الحراك أو ناس من السلطة. وتلتقي الناس حول قال مثلا مائدة الحوار، قال مثلا يديروا كما قلت لك أنا ميثاق بيناتهم انت هاد الناس تاع الحراك، تحاول هو انه الناس تمشي تحت راية واحدة باش انت لما هم يشوفوك الناس متوحدين في الداخل وفي الخارج، وتكون شعارات مدروسة بحيث هو انه قال مثلا يا خويا انت من حقك على جال باش تقترح، فهمت؟ مجموعات ولا قال مثلا احزاب ولا حركات ولا كذا من حقك على جال باش تقترح. لكن قال مثلا كاين ناس تكون قال مثلا لجنة لدراسة هذا الشعارات، دراسة نتاع الشعارات، وقال مثلا شعار من الشعارات قال هذا تكون كاين صفحة رسمية نتاعهم قال هذا الشعار مرفوض، رغم الناس اللي ردوا هذو رغم اللي ينتميوا للحركة. فيما بعد تكي تخلي انتظرك هذا الهامش هذا، هما راهم دوك يلعبوا
انت تقول باللي تحت قال مثلا ظروف امنيه قال الناس تستعمل اللي بسدوهم يدخلوك عليها ويولوا هما قال يروجوا في اكاذيب يروجوا في بيانات يروجوا في شعارات بل حتى هما يستعملوها. قال لك مثلا المشروع هذا نتاع او اسمه قال مثلا شعار تاع مخابرات قادرين غدوه هما يبعثوك جماعه نتاع المخابرات يردوا لك شعارات اعنف من شعارات نتاعك انت. وقال لك مثلا راهو كاين حساسيه عند الشعب قال مثلا من قضيه معينه هما يلعبوك على الوتر نتاعها. وكاين اشياء قال مثلا درك هذه نتاع التدخل الاجنبي هذه كاينه هذه ذوك الانسان اللي ما يقول باللي ما كانش منها هذا انسان ما هو فاهم فيها حتى حبه انت كي تروح انت تطيح لهم في البياج نتاعهم فهمت تطيح لهم في البياج نتاعهم واحد يحوج لك على الامم المتحده وما على باليش انا كذا قضايا داخليه فهمت تولي انت كي تقول وغدوه انت تقول لهم هما يقول لك باللي راها كاينه يد اجنبيه وتعطي لهم في المبررات ومن بعد تقول لي غدوه انت ما كانش منها ما كانش منها. لا 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 اخ نور الدين في قضيه الايدي الاجنبيه هذه ماشي مقبوله لانه هما يتعاملوا مع الاجانب هما راهم في السلطه من اجل فرنسا وما والاخرين ما مشي كاينه حاجه نتفاهموا عليها لما ترجع للحقوق الانسان والناس تدي الناس الحبس وتعذبهم انت ما عندكش نوتراتو دوك الناس اللي تلجا الى الامم المتحده وتحط الملفات تاع التعذيب او السجن تاع السوفي وكذا ما عندهاش نوتراتو لو كان جات عندنا حنايا اليه اللي نجمو حنا نرفعوا ينجم الشعب الجزائري يرفع دعوه مثلا دوك انت مثلا تحكم انت واحد دار مقال في الفيسبوك يرفدوه يديوه ومعي ضربه بثلاث سنين واربع سنين حبس انت تروح ترفد القضيه باش تكسر فدا وما يسمعولكش ماشي كيما في فرنسا ولا في الانجليز دوك في الانجليز مثلا واحد يديوه يتهموه ولا حاجه عنده لافوكا تاعو يدافع عليه ضربه بثلاث سنين حبس يكسر الشرع ويعاود يبروفي باللي ما كاش منها والقضاء يخليه احنا ما عندناش تسمى عندنا لاتو اللي عندنا هو الناس راهي تلجا الى المنظمات الدوليه لي ما كانش منها خلينا نهضر عيسى ومن بعد هضرت المعاهدات اللي مضات عليها الجزائر مضات في بعض حقوق الانسان اذا الجزائر كدوله اخترقت القانون المواطن الجزائري لا ما عندوش باش يشكي في بلده عنده الحق يشكي في بلد في الامم المتحده لان الحكومه الدوله الجزائريه راهي مضات على مواثيق دوليه لكن انا الانسان اللي يكون معارض ويتعامل مع المخابرات الاجنبيه لتهديم البلاد او يتعامل مع هذه لا هنا حاجه اخرى لكن هما كسلطه راهم يتعاملوا مع الدول الخارجيه يتعاملوا ويروحوا يقول لهم باللي هادو ما راهم يجوا الاسلاميين يهدمونا ويجوا وكذا وكان احنا نروحوا تروح لكم المصالح حتى يهضروا هاو هذاك بن صالح وراه يهضر مع الروس قال له ما تخممش حنا رانا مسيطرين على الامر لو كان ما جاش واش دخل بوتين في الاخر كان هما ماشي راح يدير اجتماع تاع مش عارف واش تاع الافريقيا هذوك يتكلم على الاستثمارات قال احنا محتاجين استثمارات ولا احنا محتاجين هذه ومحتاجين هذه مساعده واش راح يقول له ما تخافش احنا رانا مسيطرين على الوضع ويزيدوا كي ناض الحراك يبعثوا لي واسمه اللي كان وزير الخارجيه هذاك تاع والخضر الابراهيمي يبعثوه يدير السركليبل باش يجيب الدعم الخارجي احنا نتكلموا على القوانين حقوق الانسان الدوليه اللي اتفقت عليهم الجزائر اذا كان هناك وسيله باش انا نشكي في بلادي ما كانش وسيله لازم نروح للخارج لازم توبليجي الانسان يديروا في الحبس ما دار والو مسكين علاش الظلم هذا وفي العالم يتعاملوا بهذا الشيء هاو ايران اسمح لي هاو ايران حاكمين مرأة مزوجه مع انجليزي عايشه في الانجليز هم ضربوها بالحبس لي زونجلي ضربوا يدافعوا عليها باش يخرجوها هم يضربوا عليها والحقوق الانسان يتكلموا عليها هذا ماشي عيب
شريف هذا الكيلو بمكيالين شريف. شريف خليني نهضر يا رحم والديك. السلام عليكم. أسنى أتكلم روح أنا أسمع فيك. خليني نقول كلمة برك وما تقاطعنيش يا رحم والديك. أسمع أنت تاكيلو بمكيالين سمعت؟ مش أنت الشريف يسمهما ياكيلونا بمكيالين. هذه المنظمات اللي تحكي عليها وين كانت في التسعينات؟ وين كانت؟ هذه المنظمات ذوكا رانا في 2021 وين هي من مصر؟ على ما يروحوش يخرجوا الاخوان المسلمين اسيدي؟ يروحوا يرفعوا عليهم الاعدام ينحيوا لهم الاعدام برك. قال يا سيدي ما زيدش تعدم اسيس. علاه وين راحوا؟ ظهر استنى استنى ظهروا لهم ذوكا. انا مانيش اسمع انا بومان البارح نسمع فيه يقول لهم يا ربك يردوا في العين كابو اسمع بن عكنونية. اسمع هذاك بومانا قالهم وش فيها واش لو كان يدخل البرلمان الاوروبي وش فيها؟ على احنا ماناش رجاله ما نقدروش نعبسوا هذه احنا حتى يدخل لي واحد من هيه. يا اخي احنا متفقين من زمان من الثوره اذا الزاقات الهروة بيناتنا وتربح علاه تدخل لي في واحد صار؟ احنا قلنا ما بغيناش محاكم خارجيه باه ما يتورطش الجيش. واحد يقول لك ها انتم راكم تدافعوا على النظام. ما راش ندافعوا على النظام، ندافعوا على عدم توريط الجيش باي غطاء. بصح بعد تقول لي الامم المتحده، وين راحت الامم المتحده الشريف؟ راك على بالك وراك الى انجلترا على قط يديروا لك قبه وعلى على على الشعب كامل سوري كامل قتلوه. ما كان داروا لهم الكيمياوي واحد ما هضر. الخط الاحمر الخط الاصفر. انا شوف اني عايش في كندا وبلاد ليمانيتي وبلاد حقوق الانسان وما نامنش بها بيناتهم. وي كان الذر واحد من زيوتهم. انت تقول لي على المراه تاع الايرانيه هذه المراه الايرانيه الاخ عيسى لا ما اخرين هضروا غير على المراه هذه. علاه يا الاخ عيسى اسمع الاخ حسين كاينه شيء لازم تفهمه. انت لما تكون هناك منظمه دوليه وتطالب هذه المنظمه الدوليه باش تدخل في مساله من مساله حقوق الانسان، انت كانسان ما راكش مكلف باش تروح تقول له علاش ما تدخلوش هنا وما تدخلوش هنا وتدخلوا هنا والكلب الكيالي. شوف خلي نكمل الهضره. هما لما يقدموا إلى راحت القضية إلى المنظمات الدولية تحقق الإنسان، هما ما راحوش. أنت كجزائري أو كفرنسي أو كصيني أو كاميروني هو هذاك المواطن الجزائري لما تكون هناك آليات في الجزائر أنك تطالب بحقوق الإنسان، أن واحد تهضم حقه، كاين آليات. فالأمم المتحدة هذه المنظمات الدولية ما يسمعوش الصوت الجزائري عندهم. لماذا ما يسمعوش؟ لأن كاين هناك آليات. بصح لما أنت تمنع الآليات في بلادك أوتوماتيكمون أي شعبي لما توقع ما كاش آليات في بلاده هو بدون ما يشعر يضطر يروح للخارج. معناتها السلطه اللي حاكمه في الجزائر هي اللي تدفع الجزائريين يفدوا الملفات في الخارج. ديروا انتم محكمه وين الانسان يقدر يرفض القضايا. مثلا واحد ضربوه في المركز الخارج. عيسى اصبر شويه صاحبي. اصبر يا عيسى. باقي الشريف يفهم حاجه. هذه المحاكم الدوليه هذه حقوق الانسان على بالك وين توصلنا سي الشريف اذا ما نتعلموش الدروس. تعلمنا لتدويل القضايا لتدويل قضيه ما سواء كما داروا اكران حنا هنا فيها المغرب او فيها المغرب العربي. الاخ عيسى اسمح لي. الاخ عيسى اسمع هذا مش هو الموضوع. لا شوف اسمح لي الاخ عيسى. جميع الشعوب المضطهده في بلدها تستعمل المنظمات الدولية للضغط على بلدانها باش تطبق حقوق الإنسان. ماشي في الجزائر فقط. أنت حبيت أنت يا راك حايب
انت راك شوف انت راك حايب بن عمي تقول لي كما كشاوي تاعي اصبر شويه اصبر شويه انت راك عندك انت راه عندك دوله قوم بحقوق الانسان ودير العداله الناس ما تروحش للخارج ما ترفعش قضايا في الامم المتحده في المحافل الدوليه لماذا لان انت عطيت لهم سمعت داك اختار واحد انجليزي رفض قضيه في الامم المتحده على جل الحكومه الانجليزيه نو لان عندهم اطار قانوني يروح على طريق الاطار القانوني حقه ما يروحش هذا هي الان دقيقه هذه دقيقه برك كلمه هذه وخلاص هذه القضيه تاع الكيل بمكيالين هما الدول الكبيره العظمى نعم تستعمل لماذا تستعمل هذا الشيء لان الدول هذه الدول الدكتاتوريه الدول الشموليه هي اللي تدفع باش يستعملوا امريكا مثلا سوريا لو كان كيخرج الشعب في سوري ينتفض في سلميد ويطالب بالحقوق تاعو وجاو ليه وتكلموا معاه ما ضربوش بالقزول وكدايا كانت ما تصراش واش صرا اخ شريف تسمى القوى العظمى اسمح لي كلمة هذه ونخليك الاخر القوى مثل الامريكان امريكا اسرائيل بريطانيا فرنسا كي تلقى ثروات في بلاد وتلقى وتوجد كيفاش تدخل العسكريه كما صارت في ليبيا تدخل انت دير العكس دير القدافي ناضوا الناس وما ضربهم ما والو وراح بعث لهم منا وقام بدوق وعطى لهم تعويض كما دار ضربه لوكربي زقى العائلات هذوك الناس اللي قتلوهم في الحباس وقالوا ودار القوانين ودار المحاكم والعدل وكذا الناس ما تروحش الحكام صدام حسين لو كان ماشي جا ديكتاتوري خلى الاحزاب وتعدد الاحزاب وطور ما بقاش بالعقليه القديمه كانت امريكا ما تنجمش تدخل هو يعطي المبرر كيما يقول نور الدين لماذا نعطي المبرر للخارج باش يدخل انا حاكم البلاد ندير القوانين واللي يتعدى على القانون واللي يتعدى على اخوه نحاسبه والسلام عليكم اتفضل الاخ نور الدين شوف الاخ شريف درك انت هذا الظلم تاع الحكام هذا امر مسلم به جميع الانظمه العربيه امر مسلم به كاين ظلم كاين حقرة كاين تهميش كاين إقصاء إلى غير ذلك لكن صحيح هو ذوك مثلا هذه الدول فيها حريات كاين حريات هذا غير الإنسان اللي هو ذوك مثلا يخشن رأسه ولا كاين حريات وكاين ديمقراطية وكاين حقوق ولكن في المقابل هذه الأنظمة أيضا هذه الأنظمة الأوروبية ولا الأمريكان ولا كذا رغم هم السبب نتاع النكبة نتاعنا الجزائر احتلت من طرف فرنسا وفيها ملايين من الشهداء أفغانستان دمرت العراق دمرت ليبيا دمرت اليمن يدمر سوريا تدمر واحتلت البلاد العربية يعني لقرون درك هذا الناس لو كان راها درك مثلا هذه المنظمات الدولية قال مثلا راها تعالج هي في هذه الأمور تعالج فيها بحكمة وبموضوعية قال درك انت مثلا ياخذوك هذه القضية انت هذا وليد نقيش واش قال اغتصبوه بخشبة فهمت ويديروا لكم التقرير نتاع منظمة حقوق الإنسان وتطاطي ويتم استغلال هذه القضية مش من طرف الناس تاعهم يجيبوا لك ناس اللي هو ما راهم قال مثلا عندهم رأي ولا كذا عند الشعب يتم استغلالهم في المقابل قال مثلا هذا الشعار اللي راهو دار اليوم في الجزائر شعار نتاع قال قانون الأسرة على بوبال هما ذوك معروف هو أن هذه الأنظمة ما عندهاش إرادة شعبية معروفة المسألة من المسلمات
وهذا الناس ما راهمش رايحين يوصلوا للسلطه لانه هما ما يخدموش الاهداف نتاع هذه المنظمات الدوليه، لانها لو كان هاد الشعوب هي تمتلك السياده نتاعها خلاص هما يتم استغلال هذه القضايا ويتم الضغط بها على الحكومات من اجل احراز التنازلات. قال دوك مثلا هذه القضيه هذه يدخلوها لك في الدستور، يدخلوها لك في الدستور. هاو شوف مثلا راهو ذكر الاخ عيسى ربما ما هو ما عرفش يعبر عليها، شوف مثلا القضيه نتاع فلسطين، ماذا تسوي هذه القضيه نتاع وليد نقيش مع قضيه نتاع فلسطين؟ وش تسوي، وش تسوي هذه القضيه نتاع وليد نقيش بالدول؟ هاك تشوف انت يا هذول الجماعه هذول اللي راهم دركم في خاوتنا هذوك تاع بورما هذوك يحرقوا فيهم حريق، شعلوا فيهم في النار، يحرقوا فيهم وهم يعيطوا للرب العالي. لكن هما مادام انهم مسلمين حرق. وشفنا دوك مثلا احنا هذه المنظمات الدوليه هذه راها قال مثلا هي تعالج هذه القضيه، انا شفتهم حتى التقيت بهم انا شخصيا مره من المرات، كنت كذا نمشي في الطريق كذا يحبسوني، فهمت، حبسوك كذا في الطريق يقول لك باللي حابين نتكلموا معاك كذا اللي بضع دقائق هكذا، وتلقاهم هازين صور انت شخص او شخصين او كذا، ويحبوا هما يقلبوه، يقلبوا هذاك الشخص يقلبوه كانه ايقونه، فهمت، واحد تعرض للاضطهاد وتعرض لكذا وتعرض لكذا، ومنظمه حقوق الانسان تتكلم والقنوات تتكلم والدنيا الصحف تتكلم مديبرك موله. اوكي داكور، تتجبدوا القضيه الفلسطينيه يغلق فمه. علاش؟ لماذا؟ لانه هما هذه القضايا نتاع حقوق الانسان يتاجروا بها يستعملوك. لكن هو انك انت قال مثلا انت تسترجع الحقوق نتاعك، الحقوق نتاعك ما يجيبهالكش الناطو، حقوق نتاعك ما يجيبهاش الامريكان ولا يجيبهالك فرنسا. تا دوك راك قال مثلا انا راني من فرنسا، راني قال مثلا انا كاينه حريه، راني نستغل انا في هذه الحريه على جال باش انا نرفع المطالب نتاعي ولا الانشغالات نتاعي. بصح انت اذا كانك انت حاب انت باش توصلك فرنسا تحطك في السلطه او تجيبك الامريكان تحطك في السلطه، لا فرق بينك وبين كارزاي وبين المالكي نتاع العراق وهلم جرع، فهمت، ولا اسمه هذاك الحلبجي ولا واش يقولوا له هذاك الشلبي ومانيش عارف واش، لا فرق بينك وبينهم. تذك الامور واضحه، تم التدخل في ليبيا كنا تحدثنا عليه في وقته بحجة ديكتاتورية القذافي، القذافي نهار اللي كانوا دارين له لاطونت هذيك داروا له في شونزيليزي ما كانش ديكتاتور، نهار اللي كانوا يحلبوا في ليبيا ما كانش ديكتاتور، صدام حسين كيف كيف نهار استعملوه في القضية نتاع إيران كيما كانوا يدقدقوا في القوة نتاع إيران ونتاع العراق ما كانش ديكتاتور، ظهرت لهم الديكتاتورية نتاع صدام حسين غير من بعد، ظهرت لهم الديكتاتورية نتاع واسمه نتاع القذافي غير من بعد، كيف كيف القضية نتاع اليمن لا ميم شوز، واسمه عمر البشير هذاك في السودان شحال من سنة وهما راهم ماشيين معاه، لكن لما تعلق الأمر بالتقسيم نتاع السودان وكذا جبدوا القضية نتاع السودان. مصر لا ميم شوز، شحال مشى معاهم حسني مبارك، شحال مشى معاهم. من بعد النهار اللي شافوه ضعفوا منا هاك شفت غير الموقف نتاعهم، شوف الموقف نتاعهم نهار خرج الشعب في مصر كما كانوا يدقدقوا فيهم. ومن بعد وراء حقوق الانسان مع مرسي اللي انتخب عليه الشعب، وراء المنظمه تاع حقوق الانسان تورقوه بالسلامه بالعافيه، هم يزوف الاخوان هذوك كيما النعاج. وين راه، وين راه حقوق الانسان في فلسطين؟ وين راه حقوق الانسان ها من تاع النهضه ها يمشيوا بطريقه سلميه وكذا وكذا؟ شوف امر واضح الاخ شريف، شوف نقول لك غير الانسان اللي عمله ربي البصيره تاعو، العدو نتاعهم اللدود هو الاسلام وهم العرب بوان، ما ظل دور ما ظل تكسر في راسك مسلمين. الاخ الاخضر الدين احنا ماناش نقولوا هما ملائكه، احنا رانا انا راني نتكلم ما هو السبب اللي يترك جزائري أو تونسي أو ليبي
أو مصري أو سوري أو 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 يروح لهذه المنظمات الدولية ويحط الملف تاع حقوق الإنسان. ضعف. لو هو لو هو في بلده فيه حقوق الإنسان محترمة ما يروحش. دوك أنا مثلا أنا قلت لك أنا أعطيتك مثال دوك أنت تكلمني على فلسطين. فلسطين راهم فلسطين معروفة باللي أنه القضية راهي ضغط من أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وكاع يتلعبوا باش يهدموا حقوق تاع الفلسطينيين ما عطروش أهمية. لكن هل ترى الفلسطينيين قايمين بواجبهم على أتم المعنى باش يدافعوا على حقوقهم في المستوى العالمي؟ ما مش قايمين بالواجب تاعهم. لما أنت تشوف أنت السلطة الفلسطينية تتعاون مع يا خلينا نهضر فلسطينيين كي كانوا رجالة فلسطينيين كي كانوا الرجالة معاهم كانوا يوضحوا في القضية تاعهم. اش الثمانينات انت اذا كنت في الجزائر في الثمانينات كان عندك الفلسطينيين كان عندك دور منظمين يا عيسى يا عيسى ربي يهديك خويا عيسى والله ربي يهديك. يعني نقول لك انت نهضر لك الحاضر والمستقبل تولي لي اللور. انت نهضر لك المستقبل والحاضر. انت تقول الفلسطينيين اسمع الفلسطينيين صورتو القضيه نتاعهم كانت جوهريه وعلى راس قوائم كل العرب. النهار كانوا هما يمدوا في القضيه نتاعهم. من بعد راحوا الرجاله اللي كانوا يدعموا فيهم خلاص وزاد تقسموا هما في بعضهم هما مصالب. بصح انا الموضوع اللي باغي نشيخ عليه على تقسيم الشعب نتاعنا احنا وانت باغي تخليك تكمل واش باغي تقول. قول لي برك وين راحت حنا نتاعنا احنا حقوق يعني الانسان اللي داخل الجزائر وينهم؟ اسمع الاخ نور اسمع الاخ عيسى روح بالعقل. احنا رانا نتكلموا في الاسباب اللي تدفع الشعوب المضطهده انها تروح للخارج. انت عارف اللي انه لما تكون عندك في بلدك حريه وتكون عندك مؤسسات عن طريقها تدافع عن نفسك وعن طريقها تقدم المقترحات وعن طريقها تعارض بدون ما انك تخاف على نفسك ما تروحش للخارج. انا راني فاهم فيك باللي راني ما يستعملوك ولا ما يستعملوكش. الانسان بدون لا شعوري يرفض قضيه. دوك مثلا نعطيك انا مثال. دوك انت تحبط للجزائر تروح تزور فاميلتك يخطفوك يعذبوك وبعد كي يعذبوك في الجزائر ما عندكش باش ترفض القضيه. تجي لكندا مزعف ديالك والنار تاعك وهذاك الظلم تروح ترفض قضيه. يجي تلاقى مع واحد يقول لك رانا هنا نعاونك. انت باش تتأر هذاك الانسان اللي داك وعذبك تروح تقدم قضيه. الناس يقول له شوف راح الخارج. نو لو كان كاين اليات اسمح لي الاخ نور الدين غير كلمه. لو كان موجود هناك اليات واحد ما يفكر يروح للخارج. انا مثلا موجود الاليات الاخ شريف ما تغلطش راك. شوف نقول لك القوانين موجوده والمحاكم موجوده في الجزائر ما يطبقوش. يصبرني محاكم موجوده والقوانين موجوده تقول لي العداله مش موجوده معاك. هذا هو شنو يقصد. اصبرني ولكن العداله هني قلت لك انا دوك لو كان جت هذه الدول قال مثلا راهو قال ميثاق اممي هذا وهذه الامم المتحده والمنظمات هذه اللي راها موجوده قال لا تكيلوا بمكيالين معاك وش عليه. قال لك مثلا راها كاين حتى اذا كان انت دوك مثلا ما ديتش حقك انت من هذا الناس قال راهم رايحين يستردوا لك حقك. قال مثلا في اطار نتاع منظمات هكذا قال دوليه. المشكله وين هو انه راه هذوك هذيك الطعم من اجل احتلال البلدان ها ودوك القضيه وراها وراها طحت قداش من مره دوك الانسان هذا اللي ما فاقش في القضيه نتاع العراق ما عادش يفيق. الانسان اللي ما فاقش في القضيه نتاع واش اسمه نتاع ليبيا ما عادش اهلا الاخ فهمت اخ بديس اهلا واش حوالك نستعملوك اسمعوا سي شريف باش نسمعوه باش نسمعوا الاخ الاخ عندك اوي صوني عندك مشكل في الصوت تاعك حاول تكلم الاخ العزيز ولك تسمعنا
ما عنده مشكلة في الصوت، عنده مشكلة في الصوت. عنده في الصوت قولي دي كونيكتي او دي كونيكتي. شفت ربي لك رجلي، الصوت نتاعك ومرحبا بك. والله راهو يحبس كاين. الكاميرا اذا في الجزائر، لا لا لا، راهو في الخارج، هذا راهو يحبس قدامك انا. الكاميرا. اهو معايا في الكاميرا. الله اعلم عنده مشكل في الميكروفون. نو 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 نو، بالكش ما عنده جهاز راه قدامه هو اللي راه يدير له في البارازيت هذاك. والله هاتف، والله مش ما عنده هو جهاز. راح يبدل بلاصة، هو راح يبدل مكان. مازال عنده نفس اللي هو. نعم راه ندير راجل. امبليمون. فهمت لا فهمت. ما ناش نسمع فيك الأخ باديس. بدل ايوه الميكروفون، بدل الشريف الميكروفون. خطاك من الطبل عيط. بدل الميكروفون، بدل المهم ها الأخ، راح يجيب الميكروفون. لا اعلم ما جاب واحد اخر. قلت لك الاخ نور الدين نكملوا نتكلموا بعد كي يوجد روحنا. قلت لك شوف الاخ نور الدين، احنا المشكل ماشي نتكلموا على على الدول العظمى هذه اللي تستعمل حقوق الانسان لمصالحها الذاتيه لمصلحه بلادها. مثلا تقول لك حقوق الانسان في بلاد، حقوق ما كانش حقوق الانسان في بلاد اخرى، ولا ضرب المسلمين ما ضربش. احنا ما نتكلموش على هذا الشيء. انا نتكلم لك ما هو الدافع اللي يترك الجزائري انه يروح يدير شكوى في الام في الاخر، لان ما كانش عداله. لو كان عداله ما يروحش. انا نعطيك 100% الامر مفروغ منه جزائري، ما الاخ يروحش العداله الشريفوني. واش راني نقول لك انا؟ للدوليه. لا هو واش راني نقول لك انا؟ هذا ما كان. توقل انت، وقيل راك تسمع في روحك برك، وقيل ماكش تسمع فيا. لا انا اللي سمعتك انا. هذا هو النقطه راني اللي قلت حبيت لك نقول لك درك، عليها. راني قلت لك فرق بين القوانين وبين القضاء وبين العدالة. وانت هو قوانين مثل وانت هو مثل انت مثل اصبر، قوانين انت الاخ موجودة في نور الدين الجزائر. راك مثل. انا بالنسبه لي انا ما نروحش، انا نشكي للامم المتحده على جلب هي. لا لا، هروبك الى فرنسا، هروبك، خروجك من الجزائر، اسمح لي دوك نجاوب. خروجك الى الجزائر وذهابك الى فرنسا نجاوبك. وطلوب وطلب اللجوء. علاش؟ علاش الظلم في الجزائر؟ اصبرني، فرق بين هو انه قال مثلا انا راني دوك استعملت هذه المواد اللي راها موجوده في القانون الدولي اللي هي تعطي لي الفرصة على جال باش أنا نواصل النضال نتاعي، فهمت؟ يا عندك صح. بحرية وبسلمية، وبين هو أنه نروح أنا نخدم معاهم كعميل كما راهم يخدموا معاهم الناس من أجل تحطيم البلدان نتاعهم. أنا راني لا نسعى لا من لا، أجل ما الوحدة، تفهموش. من أجل المصالحة في البلاد نتاعي، حتى إذا كان دوك مثلا هاو مثلا القضية نتاع الباسبور، رغم انه من حقي على جال باش نشكي كيما راك تقول انت في القوانين، بصح انا ما نروحش نشكي، فهمت؟ ما نروحش نشكي، راني يعني صابر حتى يفتح ربي. بالك راهم كاين شرفاء في الدوله وكذا، وان شاء الله ان شاء الله بالك نتجاوزوا احنا هذه القضيه. ما دام انا راني درك انا واش راح ندير بيه انا دوك الباسبور هذا، رغم اني مشتاق لبلادي ورغم اني حاب نروح لبلادي ورغم اني محروق على بلادي، ولكن معليش راني صابر حتى ان شاء الله يفتح ربي. بصح باش تروح انت، هو انك تدخل انت قضايا كاينين الناس. نعرف ان واحد هذاك النصاب هذاك في وقت من الاوقات راح دار الشكوى بمجموعة دون ذكر الاسم نتاعهم، وراح سجل القضيه نتاعو في حقوق الانسان وقبلوها له، فيما بعد دار فيها بزنس وعطاو له الباسبور نتاعو ودار فيها دراهم، وراهو دوك ولا معارض، فهمت؟ الناس راها تبزنس، الناس راها تبزنس بهذه القضايا، تضغط على جال باش تحصل على حاجه، فهمت؟ يا خويا احنا انايا نحط المصلحه نتاع بلادي، رغم اني ضد النظام وضد هذه السلطة الظالمة، هذه السلطة الماكرة، هذه السلطة المجرمة، لكن أنا ما نروحش نحط أنا استقلال نتاع بلاد على الوجوه الشر هذو، فهمت؟ أنت دوك أنت ايه شكون اللي تضرب دوك في ليبيا؟ تضرب القذافي، راح القذافي بصح ليبيا تحرقت، راح قال علي عبد الله صالح بصح اليمن تحرقت، راح صدام بصح العراق تحرق. انا ما نروحش انا قال مثلا انا في جال بوتفليقه والله في جال التوفيق والله في جال نزار والله نروح نحرق بلاد،
صحيح راني مظلوم، صحيح راني محقور، صحيح ترى الحقوق نتاعي راحت، بس ما نروحش انا على وجوه الشر هذو نروح نحرق بلادي انايا. اي ماشي كاع الاخلور الدين، هذه قضيه تخصك انت، انت انسان ما ديرش هذاك الشيء، يجي واحد اخر يديرها. احنا ما نتكلموش على هذا الشيء، ننبهوا احنا ما ندير. انت ايش الاخ واسمك انت راك تقول لي الهك يا هك، شغل واحد يلعب بالون برا، ماشي قضيه نفسيه، قضيه فكريه، قضيه كل واحد كيفاش. كاين واحد ما عندوش ناس دارت كتابات تحطم. شوف هو المشكل كل ما ركب به يدمروا لك الجيش باي طريقه، ما تجيه من في الطول في العرض يقول لك خويا جيشك هذا لازم نطيحوه، لانه ذوك تشوف انا كي نشوف جينيرال مو الجمهوريه تكون طاحوا، بقات الجمهوريه الجزائريه والجمهوريه التركيه وطاحت، وكاينه الجمهوريه الفارسيه برك، والجمهوريه الفارسيه معاهم هي اللي دمرت العراق، هي وهي اللي دمرت سوريا اكثر من اللي داروا الروس. بصح انا نو، انا خليني الجيش اخويا نرضى به ديكتاتوري وما تجيبليش ميليشيات اصاحبي، نعلو الشيطان يا رجل. تروح لي انا نقلت رحت خلي الاخ هنا يهضر نسمعوا الصوت تاعو. الاخ الكريم تفضل. الاخ كريم مرحبا بك، تفضل. الصوت اذا الصوت مرحبا بك، معرفت خير ان شاء الله. ان شاء الله لازم يبدا يتكلم باش نسمعوه. هيا ما يمشي ما هو ما شاء الله ما شاء الله. هو يتكلم هو يتكلم مليح مليح. تفضل الاخ باديس، انا نسمعوك. باديس انا نسمعو فيك مليح. انا هضر بلاش هكذاك التربية هاك مليح التربية فيك مليح. هاد لي جادجت هادو تفضل تفضل. هذا وين جيت؟ ماشي عارفين ماش راكو تحكو. اباك حنا كي نحكيو نصوتيو من الموضوع للموضوع، لازم تكون معنا كي يشعلوا. كي يشعلوا ما تكونش راحت ما تلقاش الخيط. الخيط على بالك حنايا. شوف حنا رانا نحكيو على القضيه نتاع واسمو، كنا نحكيو على القضيه نتاع الحراك، وكاين تحدثنا في موضوع كنت درت انا ديجا مداخله حول الاولويات تاع السلطه والاولويات تاع الشعب. كاينه بعض القضايا اللي ما تطرقتش ليها هنا في المداخله هذيك، من بينها هذه نتاع تدخل الاجنبي، من بينها القضيه نتاع المغرب، من بينها قضايا واحده اخرى نتاع هذه نتاع حقوق الانسان. ودوك الان تسمى من خلال هذا النقاش هكذا المتشعب دخلنا في هذه القضيه نتاع واسمو نتاع المنظمه تاع حقوق الانسان. كنت انا نقول للاخ شريف من انه هذه المنظمه تاع حقوق الانسان ماهيش كيما نقولوا عادله، ماهيش يعني كيما نقولوا راها الدافع فعلا هي على حقوق الانسان، ورأى ناس يستعملوا في بعض القضايا من اجل اركاع بعض الشعوب، لا سيما الانظمه العربيه. تسمى هما درك مثلا هاك تشوف تاع الصين، واش راهم دايرين للصين هما؟ واش راهم دايرين للفيتنام؟ واش راهم محسوب غا دوك الجزائر برك فيها الديكتاتوريه؟ واش راهم دايرين؟ لا هذيك باينه باللي هما وسيله كيحبوا يستعملوها باش يدخلوا في كاش جهه يستعملوها، هما لو كان حبوا كيما هذاك الصحفي السعودي هذاك علاش واحد ما دخل روح قطعوه ودوبوه وساوه وما كاش نفاوه كاع من الدنيا وما كان واحد ما هضر. كي يحبوا حاجه صغيره يديروا منها جبل. عم في الجزائر، في الضربه نتاع الفيس شحال اكثر من 200 الف قاتل عقبوها كي والو، وواحد حاشاك داروا له عصا يلا الدنيا مقلبه. اي قول له على واحد رحاوهم قتلوه. قول له على واحد نحاو لا توفيق على نحاو في 2015 علاه لاخطراش راح يجبدوا لهم قضيه التحريم. يلا نحي هكا صلاه التوفيق. والثاني كان ذوك اليوم وهذا اللي راهم يهضروا كل ما يزيدوش يهضروا. كي كانت الرجال تهضر على توفيق هما كل كانوا ساكتين، دوك عادوا يدافعوا عليه. اخرين يدافعوا. علاش ما تدوش؟ ويجيو. علاش ما تدوش نزار؟
علاش التوفيق نهار راح ليهم ثم في 2001 في هدرها هدرها واسمو هذاك بن زديره في احدى المداخلات تاعو، قال لك لما صارت الاحداث نتاع سبتمبر اعطوا له طائره خاصه جابوه بها الجزائر، يعني مش ما قبضوش عليه ثم، وهو وراء الاختطافات وراء الاغتيال، وين المنظمه تاع حقوق الانسان هذيك؟ منظمه تاع حقوق الانسان تشوف غير الافغان وتشوف غير العراقيين وتشوف غير الليبيين، تشوف غير المسلمين برك، ما تشوفش اليهود وما تشوفش المسيحيين، هذوك حمائم تاع سلام هذوك. قالوا الكيل بمكيالين. الشريف ما عجبك. هي القضية. هما كاينين الناس. لا هي الحقيقة. ماكش فاهم كلام تاعك. اسمع الاخ نور الدين، ماكوش فاهمين كاع واش نقصد انا. انا مانيش نقصد على باللي واحد باللي روح اشكي. انا نتكلم لماذا دفعت الشعوب المظلومه في بلادها انها تروح لهذه المنظمات؟ لو كان ما عندهاش الظلم في بلادها ما تروحش. انت كي ظلموك في بلادك وما عندكش الحق باش تدافع على نفسك ويحكموا عليك بقضاء تعسفي، فانت باش واش دير؟ كاين الناس اعطينا امثله تاع اللي نجحوا فيها. كيف؟ مثال ولا زوج تاع الناس اللي هذم تاع حقوق الانسان الدوليين انهم نجحوا في قضيه ما. شكون هما؟ نجحوا حولي. لا نعطيك مثال مشرف البورصه البوسنه والهرسك. احبس من فضلك على بالك بالله. كاينين. اصبر شويه، شوف الاخ الشريف اسمع. برك فاهم انت القضيه كاع بالحب كيما نقولوا ماك فاهم قعوب نبوعوا. احبس الشريف اسمع، احنا راني نتكلم لك ما هو السبب. انا نتكلم اسمح لي، انا نتكلمك ما هو السبب اللي يجعل المواطن في اي دوله يروح لهذه المنظمه؟ متفق معاك، في اسباب ولا لا؟ اخ شريف اصبر، ماشي قضيه انت راح تقول لي هل هما يقوم بالواجب ما يقوموش يستعملوا ما يستعملوش؟ انا ما عنديش اني بروبليم انايا. انا على بالي باللي اسمح لي، انا على بالي باللي المسلم الحوار هذا ما يمشيش هكذاك، الحوار ما يكونش فيه تنظيم. لا اسمح لي خليك من الهضره. انا على بالي احبس ترى الحوار هذا لو كان ما يكونش فيه تنظيم على بالك باللي الناس ما تفهم والو. واحد يتكلم والاخر يسمع كي يكمل الفكره نتاعو، الاخر يطرح الوسمو نتاعو. انت يا درك كي راك تحكي لي درك نتاع القضيه هذه نتاع حقوق الانسان، من حق تقول لي انت بلي درك من حق المواطن هذا اذا كان درك راه درك هو لم تنصفه الدوله نتاعو، من حقه هو على جال باش يروح درك مثلا هذه المنظمه الدوليه على جال باش هو يشكي على الحقوق نتاعو. اصبرني يا درك. المشكله ما راهيش تما، المشكله راها في الاستغلال. ونعطيك كمثال درك مثلا فرنسا راني موجود فيها، هاني درك انا درك راني مثلا انا في وقت من الاوقات كان عندي درك مثلا هذا نتاع حق اللجوء اللي هو حق اممي، ما درتوش فرنسا، حق اممي تسمى كاين عندك حمايه نتاع الامم المتحده. نعم فرنسا درك هي فرنسا ارتكبت جرائم في الجزائر، وجرائم ما يندلها جبين الانسانيه، ومش غير فرنسا، الامريكان راهم دوك هما ضربوا ناس بالقنابل النوويه، فهمت؟ هما درك راهم يستغلوا في هذه القضايا، قال مثلا دوك نتاع التعذيب ونتاع كذا من اجل اخفاء الجرائم نتاعهم، ويزيدوا هما يضغطوا على هذه الدول، ومن بينها ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، اي دوله درك هما يضغطوا عليها. درك انت مثلا هذه القضيه نتاع خشقجي هذه قضيه ما استعملوها هما ضد النظام السعودي، وقادرين هما يبرؤوه ويخرجوه من اسمه، لكن مقابل هو انه ياخذوا عليه ابار تاع بترول، وياخذوا عليه جبال تاع ذهب، وياخذوا عليه انهار من عسل، وياخذوا عليه كذا وكذا، فهمت؟ درك لو كان شفنا احنا باللي هذه المنظمات الدوليه راها قال باللي هي راها وراء المجرمين، فهمت؟
وراء المجرمين وراها هي تتعاقب فيهم. ياك تشوفيهم هم يدوروا هم يدوروا. وش كل راه قال مثلا راه يتعاقب في هذا ليفي والله ولا مجمع اللي هم كانوا مشاركين في سفك الدماء في ليبيا وفي سوريا. النظام السعودي يخدموا فيها طاي طاي خارجين لها طاي طاي. النظام السعودي كان يدعم في الحركات هذه المسلحة في العراق في وسمو في 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 سوريا في حطموا هاي كاين حتى مداخلات تسجيلات منشورة في اليوتيوب غير يقدرين يشوفوا تاع النظام القطري هذاك تاع وزير الخارجية مع القذافي وعقبوها حطموا ليبيا وداو البترول تاعها وداو المعادن تاعها والثروات تاعها. حطموا العراق نفس الشيء حطموا اليمن نفس الشيء وراهم مازال حنا ماناش حابين هو انه يستغبيونا ويستحمرونا ويستعملونا. يا خويا انا ضق قال مثلا راه كاينه هذه القوانين انت يا درك مثلا قال انت راك مظلوم انا ما نقولكش بلي ما تخرجش اخرج ودير طالب باللجوء نتاعك وتحصل على الوثائق وخدم وداوي على روحك ودير دار ودير اولاد وقرا وتمتع انت بالوسم نتاعهم ولكن في نفس الوقت حافظ على بلدك. ما يجيش هما يستغبيوك ويستعملوك ومن بعد هما بظهرك انت يوليو هما يديو في اشياء. هذا واش حبيت نقول لك انا. تفضل الاخ واسمو باديس كشمت وضيف المعنى. يا اخوي نور الدين قلت كلش خليت والو ما لازم واحد يكون يقول هدم ضد بلاده ما لقري احنا رانا ضد السياسه كلش واش راهو يصرا وكلش. انا باغي نحكي على الحرام كاين امور عيسى واش كنا نهضروا عيسى يا عبس خلي يكمل الرجل صاحبي تفضل تفضل. هي كاين امور ما لازمش واحد يكون غبي كما قال الشيخ الغزالي الله يرحمه قال ماشي شرط تكون مانيش عارف واش تكون باش تكون غير غبي برك راك خربت مانيش عارف واش غير بالغبي هذاك. ايه ليس شرطا ان تكون عميلا يكفي هو ان تكون غبي حتى باش تنوب نتاع هذه هي. بالتالي نظن وزيد الامور راهي صعيبه بزاف مخلطه وانا نظن المشكل الكبير راه داخل مش من برا. الناس اللي راهي لداخل راهي تخلط هي اللي خلطت في التسعينات وما زالت تخلط وكما قلت اليوم قريت واحد التعليق تاعك سي نور الدين الهدف تاعهم هو محاربة الإسلام واللغة العربية. هذا هو هذا متيقن منه متيقن منه وراحت شفت واحد الفيديو شفت واحد موش فيديو واحد الصورة في الفيسبوك نشروها على واحد المهرجان مانيش عارف دارو السمانة اللي فاتت واقيل في الشرق ولا مانيش عارف باتنا ولا قسنطينة المهم دارو واحد الحفلة قد الدنيا وبالتصاور والإعلام انا نظن باللي هذه راهم شغل يستفزوا بها كيفاش انت في المساجد بالسيف راك تقول لهم بالسيف راهم بالقط رايحلو وبيت الوضو مغلوقه والكورونا وتما كي تلحق المهرجانات ومانيش عارف ما كانش كي شغل كورونا ماناش رانا في وقت واحد اخر كانها تضرب غير المساجد. ايه انا حسيت بلي فيه استفزاز راه من تحت لتحت بدا يستفزوا في هذه خدمتهم. لا هو شوف نقول لك هذه القضيه هذه الاخ بديس هذه هي راها داخله في اطار تاع محاربه الدين فهمت انت درك هذا درك الجوامع هذه اللي تقعد انت تسكر والله هذا الانسان اللي هو درك يقعد هو لمده عامين كاملين هو انه قال مثلا راه خايف هو من من الكورونا ومن هذا الوباء انت تحطم له الدين هذاك في الفلوس دوكما الانسان لما علاش الجمعه واش هو الهدف نتاعها هدف نتاعها هو اجتماع الناس جديد والتكاتف جديد الايمان لما يكونوا هما مثلا يصليوا والفجوات بيناتهم
فهمت. هم دائما احنا كي تعود تصلي في الصف ولا في الجمعة يقول لك استووا اعتدلوا لا تتركوا فرج للشيطان، فهمت؟ انت راهو داير اصطاد بين واحد وواحد فهمت. دونك هما واش هما راهم دوك يحوسوا يضربوا الدين، صار في العراس وفي التجمعات يعنقوا في بعضها. ما شفت ذاك النهار وزيره قالت له يجوز هكذا على التلفزيون الناس تسمع، واش معناتها؟ واش معناتها؟ يجوز واش معناتها؟ صافي انت دوك انت واحد قدام واحد يصلي قدامه لا يجوز، لا يجوز باسكو راه كاينه كورونا ويتحضنها نورمال عادي يجوز. فهمت؟ بصح امور واضحه الانسان ايه الامور غير اللي يشوف غير اللي ربي سكر له على عينيه. امور واضحه الناس عندهم عداء للتدين، لانه درك الانسان هذاك لما يكون هم المتاجره نتاعهم في هذه في الاخلاق، المتاجره نتاعهم في القمار، المتاجره نتاعهم في ضرب الاسره، المتاجره نتاعهم بالاضافه الى انه راهم كاينين منظمات درك الاخ شريف هذه لازم الانسان ما لازمش يغلط ويولي حتى هو يشارك في الوسم نتاعهم. هما راهم كاين منظمات راهم داخلين درك تحت منظمات تحت الوسم هذه نتاع حقوق الانسان، راهم داخلين لك داخلين لك. كاينين الناس راهم ينشروا في الماسونيه، كاينين الناس راهم يضربوا في الاسر، راهم يضربوا في هذه دوك نتاع احنا من تقاليدنا نتاع هذه نتاع انه نتاع المساواه من تقاليدنا. تقول لي العداله معك، تقول لي نتاع الرجل كالمراه في العداله معك، بصح باش تجي نتايا تقلب لي المساواه. يا خويا ربي راهو خلق الذكر والانثى، والذكر والانثى ما خلقهاش غير في البشر، راهو حتى في البريس تاع التريسيتي راهو كاين المال والفمال، فهم؟ الحيوانات راهو كاين المال والفمال، وربي راهو هو فضلنا على بعض. كاين الانسان الجاهل، كاين العالم، كاين الانسان اللي راهو غني وكاين فقير، كاين اللي راهو صحيح وكاين اللي راهو سقيم، وربي فضلنا على بعض. فهمت؟ حنا دوك تجي انت يا هو انك انت تقلب الناس كيف كيف، وعلى دوك حنا من حق الرجل ثاني باش يحمل. فهمت؟ دخلوا الدياثه، دخل هذه مش اخلاق نتاع مسلمين. هذا دوك راهم في الخارج، ها الراجل يتزوج بالراجل والراجل ثاني عنده الحق باش يحمل، وامور واحده اخرى لا داعي للذكر تاعها. راه كاينين عائلات ما راهم ما يقبلوش هذا راهي في الوثائق دروك ايه يا خويا. احنا مسلمين عندنا تقاليد نتاعنا، عندنا تقاليد نتاعنا، كاينه اشياء نقدر نقروا بها من انه راهو كاين مثلا درك كاين الظلم، كاين حقره، كاين تهميش، كاين اقصاء، كاين حقره للمراه، حقره للمراه مش في الدوله. هاو درك مثلا السؤال ها مثلا قضية تاع الميراث، الميراث في القوانين موجود الحق نتاع المرأة، فهمت؟ والطلاق والخلع موجود في القانون نتاع الأسرة وأمور كثيرة. لكن في الواقع نتاع الناس كاين امرأة ربما تروح تقال مثلا تطلب خاوتها تقول لهم أعطوني حقي، يقولوا لها ديكاش، كيفاش انتيا وانتيا عدتي توسي الرجالة وانتيا وانتا كذي. فهمت؟ القضية ماهيش في القوانين. درك هادو ناس واش حابين يديروا؟ حابين هما كيما دير انت ندير انا. يا خويا تراك في بلاد هما يستغلوا في مرحلة الضعف. قال درك مثلا في هذا الوقت من الأوقات وين أنه راهو صاير كيما نقولوا ديزاكور بين الشعب والسلطة. في هذا الوقت وين انه راهم كاينين الناس يستعملوا في التصعيد، يلا اغرس هذيك، اغرس الافكار السامه هذيك. واش قال قانون الاسره لابوبال؟ روح انت لابوبال. الاسلام سيبقى، ناس ماتت من اجله، مات اكثر من مليون ونص مليون من الشهداء على جال باش يرجعوا الحريه للشعب وباش يرجعوا السياده للشعب. تجي انت يا مخنف على روحك، ولا تجي انت يا كذا، تجي انت باش تنشر الخنوع نتاعك وتنشر انت الدياثة نتاعك انت في الأسر الجزائرية. يا خويا انت راك ديوث، الله يسهل عليك. فهمت؟ راك ديوث في دارك مع ولادك، والله مش هو الله يسهل عليك، بصح باش تجي انت تنشر الشذوذ نتاعك وتنشر الدياثة نتاعك في الأسرة وفي المجتمع الجزائري، الناس راها مستعدة حتى باش تموت، للموت مستعدة باش الناس تهز سلاح وتموت.
الناس علاش درت ثورة؟ هاد هادو ما يعرفوا السيادة غير في المستنقع. هذا ما كان. بحاجة الميراث نردنا أخويا. الميراث في الجزائر ما هي يعرفها الشريف هذه. شوف كي مثلا الأب ولا الأم، الأب سيدي كيموت يخلي ورث وعنده رجالة وعنده نساء. على بالك كيما في الأرض، نحكي لك على الأرض شوفتو. الأرض كي نحكي لك على ولاد فاميلا، ما نحكيوش على كل اللي بلعطوا ويزليوا وما تسالش، ونهضروا على ولاد فاميلا. كيف يديروا؟ الأرض مع أنها هي مزوجة براني يعطوا لها حقها دراهم. بصح بتفاهم وبفرح وبود وبعائلية يعني. يتفاهموا الخوا، قال حنا طارت لنا الأرض هذه تسوى 100 مليون. يتفاهموا مع خواتات من البنات، قال طارت لكم أنتم 150 مليون هي ليكم. يقسموها بين البنات هذوك زوج وحده، المهم هما يتفاهموا. الخوامي هذا نهضر لك على ولاد جميلة هكا يديروا. سورتو الارض، الاراضي، الاراضي يقول لك مادام هذا عرف، ما نقولكش القانون، انه الارض تبقى عند الرجال. المراه يسمى راح تزوج بواحد خارج النقمه ولا خارج العرش ولا هكذاك، ما يعطوا لها دراهم. بصاحبي تفاهم وبأخويه وكلش. هذه برك راح نزيدها لخويا نور الدين برك على الكلام. بصح انا باغي نهضر على انقسام تاع الحراك اذا حابين نهضروا عليه برك. بس كان الحراك في نظري راهو كيما نتاع نور الدين مقسم لثلاثه، هذ مبينين واستعملوهم وما نجحتش الخطه. كيما استعملوا لك في الاحزاب، بداوا بنقرينا وبداوا بمقري وحكينا عليها وما مشاتش. زادوا دوكا هم دوك عندنا في كيما خرج اي هبطت شويه نقولوا الطبقه المثقفه ولا النخبه. صحيح النخبه ديجا ماهيش متفاهمه في بعضها. النخبه بعد واحد يسب لك في الدياراس، واحد حاط لك المخابرات كامل، واحد حاطهم لك كامل، العسكر كامل سواء مخابرات ولا جيش عنده كل يطيح. ونظرتي انا انه شوف الرئاسة وتمهزلونا بها ورجعوها مهزلة في يامات. البرلمان كيف كيف رجعوه لنا سيرك، ودركا مواصلين المخابرات هم راح يرجعوها سيرك. وش مازال الجيش غدوة يعيشين ديجا المخابرات ولا الناس اللي راه في المخابرات. انا مانيش ندافع عليهم، انا نهضر كجهاز، نهضر كيف يسميوها، كمؤسسة سيادية. أنا هكا نهضر، مانيش ندافع على حتى واحد، على مجرم ولا ولد ولا وطني. بصح كي تشوف هذه المناظر عندنا نتمهزاو بالمؤسسات السيادية نتاعنا وحدة تلو الأخرى، وجاية كي شغل ممنهج مخابرات اللي كان. أنا سألك الأخ عيسى نكملك في الكلام تاعك. نسألك سؤال، ما المؤسسة الجيش والمخابرات والشرطة والدرك، ما هو محلها من الدستور؟ وش هو العمل تاعها؟ وش هو حماية الوطن وحماية الشعب؟ بارك الله فيك، جزاك الله فيك. هل الآن خليك نعطيك سؤال، انا نسألك باش تعرف، باش تفهم باللي انت راك تهضر، راك تهضر كلام اللي هو يناقض واش الناس يفهموا. لو كان جات الشرطة في حماية، شوف نعطيك أنا مثال، كي تكون الشرطة في حماية الشعب وتكون الجيش في حماية الشعب وتكون مخابرات في حماية الشعب وحماية البلد، هكذا مؤسسة الجيش وكاعي في حماية البلد، ما يكون عندنا هذا المشكل، ما يكونش عندنا حتى الشعب ما يخرج كاع الطريق. نقول لك نفهمك حاجة، خليني نكمل لك برك كلمة، لأن لما تكون عندك الحماية المخابرات موجوده في كل جبر تاع الجزائر، تعرف بالصغيره وكبيره، بصح ما تخدمش خدمتها. السيد يدوتورني في لارجون، يخرج دراهم ويدوتورني في دراهم ويشري دار في الاخر، وما كان حتى واحد يحبسو يسالو. حنا مش هما. اسمع شريف، غلط في واحد الحاجه هك. اسمع قلت لك اليوتنون تاع لابوليس، وقت بومدين اسمع شوف يا اخي، تحبو مدين خد حبو مدين نتاع. عندك انا وقت بومدين، انا عندي خويا الكبير دار دوموند يخدم، نحكي لك انا خويا الكبير في وقت بومدين دار دوموند يخدم في لي زامبو، الناس اللي يخدموا في لي زامبو في الجزائر.
لا جوندارمري جات للدار الحومه تسقسي على الفيلم تاعنا وتسقسي على في الحومه فلان فلان واش رايكم فيه والدنيا وجاو حتى للدار شافوا بابا وشافوا شافوا الدار باش قبلوا له باش يخدم في ليزامبو. نعم. خاطرش شافوه باللي ويد فاميليا ماشي تاع شراب ماشي تاع زطلان ماشي تاع سرقه ماشي تاع كذا ماشي تاع كذا انسان فاميليا مليحه قبلوه لا يخدم في ليزامبو. تركا يدخل واحد في ليزامبو يدير ترافيك في لا دوان يدخل واحد يخدم هما على بالهم باللي ترافيكو ما يديروا له والو. الدكتور اللي يدخل يدخل دي كونتينر ما يخلص والو. الجيش راح الشريف ممكن بالك لعود بكي واللي راح ديكوني طير راح ممكن بالك لا ممكن برك راح تلا كونيكسيون برك لا باش نعبز على الميكرو عبز تاع القفله الحمراء معليش شوف عيسى قلت لك يعود الواحد يتكلم اسمع شوف الأخ شريف سواء تعلق الأمر بالجيش ولا بالشرطة ولا بالدرك ولا بالمخابرات درك تقول لي باللي كاين في هذه الأجهزة ولا في هذه المؤسسات كاينين ناس مجرمين نقول لك إيه كاينين لماذا؟ لأنه إحنا رانا أبناء الشعب ونعرفوا بعضنا البعض كاينين ناس مرتشين نقول لك كاينين كاينين الناس مفسدين كاينين كاينين الناس احنا اللي نعرفهم معرفه خاصه كانوا ناس عقال ولات عائلات كاين اللي باباه معلم تاع قران ومن بعد دخل الجيش ولا بغل حشاك فهمت كاينين ولكن كاين بعض الاشياء اللي انا نبه ليها كاين بعض من الناس اللي هم برك مثلا قال يتحدث لك على الجهاز نتاع المخابرات حتى باش هو باش تولي اي حاجه قال تخرج قال هذه نتاع مخابرات فهمت هذه نتاع مخابرات شغل هذه نتاع شغل تاع جياحه ولا نتاع ما اللي باليش انا مسموه نو تقول لي باللي في الجهاز تاع المخابرات كاينين ناس راهم مارسوا التعذيب نقول لك ايه تقول لي باللي كاينين ناس في الجهاز تاع المخابرات قتلوا نقول لك ايه تقول لي باللي كاينين الناس اللي هم في الجهاز تاع المخابرات اختطفوا ونقول لك ايه سرقوا ونقول لك ايه اما باش تولي انت تعمم هذاك الشيء تعمو على الناس الكل نقول لك نو راك غلط تكذب خطر عليه كاينين الناس اللي هم دوك مثلا عندهم ملفات واحد حاكمين عليه مثلا ملف اخلاقي ولا قال مثلا ملف نتاع فساد ولا ملف نتاع خيانه فهمت ومن بعد قال تاع مخابرات عاودك ما تسمع له مولاك تاع مخابرات كاينش منها فهمت ما كاينش منها ولذلك حنا دائما هو انه نفرقوا بين الاشياء تعميم هذاك ما يخدم لا الحقيقه ولا يخدم التغيير ولا يخدم البلاد كاين وكاين كاين وكاين هاي وتفضل يا عيسى هذه دوك انا كي نشوف انا المؤسسات السيادية تهان يعني تهان والناس حاليت لها هو هذه أنا الناس كيف ما تفكرش فيها زيد في وسط الشعب قلنا كاين علماني وإسلامي ووطني هذه لا مفروغ منها زاد ظهرونا جماعة لسيبورتر أنا كنا احنا هدر لسيبورتر تعالي استادم هما ذوك اللي يقودوا في الحراك ويهزونا أي ميساج يا ناس تما تاع استاد سيبورتر خليوا الناس اللي تفهم هي اللي تقدم انتما اداه قويه في الحراك ماكش تكون اداه تاع استعمال حنا الناس يستعمل لك جماعه الصطاد ويعطيهم اي شعار ويردوه وتربح اصاحبي تريو شويه وقلنا ديما شعارات وطنيه ما كانش كل وزيد الوجوه اللي راهي تبين الاوساط الشعبيه ما حبتهاش مين في اللي هادم في الحراك كاين ناس تروح واحد يقول لك اخويا انا مع بومالا
تروح لمن هي يقول لك خويا واش من بومالا انا تمسخر بيا انا لا بومالا لا والو ها واش كان بومالا تروح لواحد اخر شكون اللي راح يمثل واحد يقول لك انا خويا انا ضد طابو جمله وتفصيله اللي ما نهضرلكش هي نهضرلك اللي زعما شباب واعيين كيما نقولوا مناضلين كيما نقولوا سياسيين حتى انهم كانوا في مع بوتفليقه صح الناس فيها رفض سورتو كاين بعض ولايات ما خرجوش خلاص كاين بعض ولايات قالك نخدموا بطريقه اخرى فيه تحت الاوساط الشعبيه ماشي ضد العسكر ولا كيما يقولوا مع العسكر ضد الجيش الناس هي مازالت وزيد من كي تسمع واحد مازال كاين ناس ما تفرقلكش بين الدوله وبين النظام ما يفرقوش يا نور الدين صدقني والأد امر اللي ضرني انا تلقى عمارنا مش جان تاع 20 تاع 20 و25 بالك فاهمها خير منه كبار ما وش الناس ما قراوش كاين الناس اللي ما قراوش ما عندهمش تجارب سياسيه امر مطروح منه الدنيا كل نطيحوها كل كيف تطيحها كل صاحبي فطيحها كل هذا باش بعثوا الطيح هما مين هما يتفاوضوا باه يدوا لي بوست وانت قاعد تتفرج هما يتفاوضوا الضغوطات انا خاوتي يعني باسم الشاويه اذا مهمنيش جهوي القوه والجيش في يد الشاويه وخاوتنا القبائل يستعملوا فيها ويدور لك من هي بوفار اساسا وهو المستفيد يعني لو سمع يعني سمعك شوف شنو العقليات هذه التسعينات شوف التسعينات كان نظام كان يتهلهل كانت أزمة اقتصادية خانقة وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في ذلك الوقت حزب سياسي فاز بالانتخابات البلدية كانت أغلبية البلديات كانت كلها تحت السيطرة نتاع الحزب وكانوا ناس منظمين تنظيم ما كان حتى موجود في حزب واحد آخر ووصلوا هو أنه ادوا أغلبية في البرلمان ونزيدك أكثر من ذلك كاين منهم ناس اللي مستعدين باش يموتوا وماتوا تحت التعذيب وناس عندهم مبادئ وعندهم عقيدة وناس قادرين يوصلوا لحتى الوين وين راهو الفيس الآن نزيدك حاجة أخرى الجماعة نتاع العروش كاش كاينه منطقة أكثر من منطقة نتاع القبائل وين أنه الناس مواسين مع بعضهم سودي كما يقولوهاش بالقورية كش ما كاينه منطقة أكثر من منطقة القبائل واستعملوا هذيك تاع الحركة العروش وطردقوها تحوس لي أنت ذركا في هذا الحراك أنا لا أنقص من الشأن نتاعو ولا أنا أدعو على جل باش الناس تتفرق ولكن على الاقل يكون الانسان خطاب نتاعو واقعي وين انك انت راك تشوف انت دركا ناس داخل الحراك هذيك يقول لك دي راس ارهابيه والاخر يقول لك رشيد ارهابيه ولو كان عاودوا جبدوا ضربه تاع الدحداح وجماعه تاع الفيس ورايحين هما يلعبوا فيهم وهذيك عسول وهذاك كذا وهذيك كذا تشوف الى الناس تحوس على التغيير الحقيقي تستعمل الناس خطاب واقعي خطاب عقلاني وتعمل الناس على جل باش يكون هناك تنظيم وتأطير وهيكلة لهذا الحراك من أجل على جل باش الناس فيما بعد يكونوا ممثلين حقيقيين اللي راهم رايحين هما يفوضوا السلطة أو رايحين هما يدخلوا قل مثلا انتخابات على جل باش هما يجسدوا المطالب نتاع الشعب إذا كان أنت ما دخلتش في هذا الإطار راهم كاينين الناس راهم رايحين يصنعوا ارباح على ظهرك راهم كاينين الناس راهم رايحين يفاوضوا بالمأساة نتاعك بالحقوق نتاعك ورايحين هما يحققوا منها مآرب شخصيه وانتهى الامر راهم كاينين الناس درك اللي راهم دوكما في حركه العروش ناس سهروا والناس عسوا ناس قدام من شهرهم ماشيين هكذاك كاين حتى ناس ماتوا وناس راحوا ضربوا فيها مناصب وضربوا فيها ضربوا فيها امتيازات ونفس الشيء في الفيس وكذا جماعه راحت ماتت وتسجنت ومازال الناس راهم كاينين عارفين الناس مازالهم لاجئين الى الدرك من وقت الفيس في التسعينات
وناس راحوا ضربوا وقلبوا وداروا فيها شركات وداروا فيها فيلات وداروا فيها متاجر، وراهم كاين منهم اللي راهو اكثر من فرعون. راني غلط الاخ بديس. عزي نور الدين، نهار اللي بدا الحراك خرج الشعب برا وكلش، واحد الايامات من بعد شفت انا واحد الندوه داروها في داروها في واحد البلاطو، مانيش عارف واش من البلاد، واقيلا قناه البلاد ولا مانيش عارف. المهم جابوا فيها مقري وجابوا فيها طاب وبوشاشي، وكان واحد الجماعه محسن بالعباس واقيل ثاني. المهم جابوا شخصيات ورؤساء احزاب، وهذيك الندوه ظهرت فيها المفارقات. الور هي من المفروض كانوا على الاقل يكون عندهم صوت واحد اللي هو صوت الحراك. تم تحس باللي في البلاطو هذاك المفارقات والمخالفات، هذوك بعض الاراء اللي مختلفه ويتناطحوا فيها، عادي ما كانتش تبشر بالخير. والحاجة الثانية، الشعب كان برا، القنوات هادو الإعلامية هادو كانوا يجيبوا في الشخصيات هذه، كي شغل كانوا حابين يحطوا ناس تمثل الحراك، شغل بداية فرض ناس كانوا يجيبوا إما شخصيات ولا دكاترة ولا رؤساء أحزاب ولا حتى يصيبوا كيفاش يديروا واحد ولا مجموعه ولا اللي قال هي اللي تهضر باسم الحراك. الحراك ما كانش كان يهضر لبرا، كانت اللافتات تهضر. في الاول كانت شعارات كما يقولوا حقيقيه ومقبوله وواقعيه. من بعد كل هذا الاخر، ومع الوقت بدا هو على كل حال من الاول بدا الاختراق اللي هي كما يقولوا الخدمه تاع المخابرات. من بكري دائما يخترقوا سواء الجمعيات ولا الاحزاب ولا كل الاحزاب اخترقوها في الجزائر، كاش حزمه تخترق، حتى الجماعات المسلحه اخترقوها. عينيات. صحيح. فبالتالي انا شخصيا وليت التفاؤل هذاك نقصني من جهه الحيره. شوف نقول لك الاخ باديس، برك ننبه لواحد النقطه. شوف في هذا المضمار هذا اللي انت راك تحكي عليه، القضيه نتاع الاختراق راها مش غير فقط خاصه بالمخابرات تاع الجزائر، راها كاين حتى مخابرات دوليه راها موجوده في هذا الحراك. هذه باش تكون الامور واضحه، ونعطيك امثله. في 2011 المعروف هو انه حركه حمص في تلك الفتره كان دخل في التحالف الرئاسي، معروفة هذه المسائل، تسمى ماهيش كيما نقولوا سر ولا، معروفة. كانوا دايرين الثلاثي أحمد أويعيا أبو جرة سلطاني وش اسمه بالخاتم، أمور واضحة. لما بدا هذاك الحراك في 2011 الجزيرة جاب واحد من الجماعة هذو نتاع حمص وحبوا يقدموه على أساس أنه راه واحد من هاد الناس اللي راهم هما يأطروا راهم كذا، هو من جماعة حمص. لماذا؟ لأنه الجزيرة كان عندهم ناس اللي هما عندهم هذاك التوجه الإخواني، وكانوا حابين هما يسيطروا على التوجيه نتاع الرأي العام. فرانس 24 شكون تجيب؟ تروح تجيب الإسلاميين، تجيب الناس اللي هما يمشيوا في التوجه نتاعها، ناس قال يخدموا مع المخابرات الفرنسية، ولا الناس عندهم قال من هذا الناس مثل هذا القانون هذا، قال مثلا هذا نتاع قانون اسمه نتاع الأسرة لابوبال، ماذا بهم هما يجيبوا هذا النوع على جال باش هما يخدموا الاسم نتاعهم. ونفس الشيء فيما يتعلق بالامريكان، راهم يخدموا، راهم عندهم ناس اللي راهم هما يخدموا معهم. بالتالي درك هذه الامور هذه راها موجوده غير الانسان اللي راه دوك هو مع المخابرات يلعبوا في اللعبه نتاعهم، كيف عندهم ناس هما يخدموا بهم يخدموا معهم. هك في وقت الاوقات يقولوا باللي دوك الجماعه هذو نتاع حمص يقولوا باللي الديرس، نفس الشيء كاين الناس اللي يقول لك باللي درك مثلا هذا طابو من تاع الديارات، نفس الشيء يقول لك باللي الاخر والاخر والاخر من تاع الديارات. هم كاين الناس راهم كانوا يشتغلوا في التسعينات، نهار كان الشعب يموت، ونهار كانت كاينه الاعتقالات، وكانت كاينه السجون، وكاين طرد من الخدمه وكذا،
كاينين الناس كانوا لاباس عليهم، كاين الناس اللي كانوا في البرلمان دخلوا في البرلمان على التزوير. التزوير هذا راه ظهر ظهر في 2017 ولا في 1997، الناس وصلوا للبرلمان في وقت في ذروه التزوير، وصلوا للبرلمان وناس لحقوا الوزارات ولحقوا حتى الحكومه وكذا. بالتالي درك هذه الامور هذه نتاع اللعب بالمفردات واللعب بالمواقف واللعب بالوسم هذه فات الوقت نتاعها درك. اما انه الناس تنظر لمصلحه البلاد وتشوف تشوف تشوف الخلل وين راهو، وتحاول هو انه تنظر للمستقبل، تمشي الناس وحده وحده من اجل تغيير حقيقي، ترسم لهم عالم وتحدد الاولويات تاعها، مثل ما كنا نتحدثوا في المداخله السابقه وفي في البدايه نتاع المداخله. تحدد الناس الاولويات نتاعها، واش هي الاولويات نتاعك في المرحله الراهنه، يا هل ترى هي التاطير، يا هل ترى هي قال مثلا توحيد الكلمه توحيد الخطاب، يا هل ترى هي قال مثلا وضع ميثاق على جل باش الناس تتفق عليه. دير انت الاولويات نتاعك واش هي في المرحله، يا هل ترى هي الاولويات انك تدخل الانتخابات، يا هل ترى هو انك انت تبقى محافظ على السلميه نتاعك وتدفع انت من اجل قال مثلا الزخم نتاع الحراك، الى غير ذلك من المسائل. كاين كاين اولويات، اولويات انت تصنعها، ما تطيحش عليك من السماء، تراك تحوس انت على جل باش الحراك هذا هو انه ينجح الحراك ويحقق الاهداف نتاعو. لازمك انت تنظم هذه الاشياء وتدير انت كذا، وتكون في الوضوح، الناس تخدم مع بعضها، ومن بعد الناس تتوحد على المستوى الوطني من اجل اهداف مهدده، وتمشي الناس. قال غدوه انت كي يكون عندك مثلا الحراك انت راه مؤطر، غدوه انت كل مثلا كي تفرض انت مثلا اضراب لمده يومين او ثلاث ايام يكون مثلا غير مضر بالمصلحه نتاع البلاد، راح تردع به هذا النظام، راح تفرض عليه امر واقع. غدوه انت كي انت تاثر هذا الحراك وتدخل انت مثلا تدير انت اضراب، تكون كاين استجابه، غدوه انت تفرض امر واقع على هذه السلطه هذه، تفرض عليها، وغدوه تولي هي قالها من الناس الممثلين تاع الحراك، يبعثوك الناس نتاع لجل باش يفوضوك. لكن بهذه الطريقه كاينين الناس اللي هما مش حابين هو انه يتاثر الحراك. لماذا؟ لانه هما عندهم مجموعات راهم ياثروا فيهم، وحابين هما يبقاو هما اللي مسيطرين على الحراك، باش هما في حال في 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 حاله ما يوليو يستعملوا الاقصاء، يدخلوا جماعتهم وقال يتفاوضوا مع السلطه على جل باش هما يحقوا اشياء، لانه عارفين باللي ما عندهمش اغلبيه، وعارفين في حال دخولهم للانتخابات ما راهم راح يديو والو، حوسوا هما انه يحاوروا السلطه في مرحله نتاع ضعف. هذه هي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. القضية هو لازم الحراك يكون ممثل من طرف كل شرائح المجتمع. لابد هذه الفكرة تدخل في الراس تاع العباد. الناس اللي راهم يشوفوا في الشارع لازم يفهموا باللي الناس ما يهمنيش أنا واش الأيديولوجية اللي يكون بها الشخص. يهمني حاجة واحدة فيه، هو عنده موقف سياسي، هو تغيير النظام من الأسوأ إلى الأحسن. ومن بعد أي واحد مرحبا به. احنا راه واش نديرو؟ رانا نقولوا باللي لا إقصاء ولا كذا، ولكن عن طريق الكلام تاعنا رانا نقصيو للناس، نقصي فلان لأنه هو عنده شعارات علمانية أو عنده شعارات القانون الأسرة إلا بوبال. أنا هذا تاع قانون الأسرة إلا بوبال أنا نشاركه معايا. وش نقوله؟ نقوله إحنا نحبوا نديروا نظام ديمقراطي، الصندوق هو اللي يهضر، هو اللي يحب يدخل مع الجماعة يدخل، معاه يدخل، هو اللي يجبد روحه. لماذا؟ لو كي نبداو نصنفوا في الأشخاص، ما انت مثلا نقولوا الاستاذه فلانيه ولا الاستاذ فلاني ولا الشيخ فلاني حاب يدخل بيكون من مؤطرين النظام ويتكلم باسم النظام باسم الحراك. انا نقول له مرحبا بك، الشرط الوحيد هو واش؟ ان المشروع تاعك تغيير النظام، تغيير اسس النظام، ننتقلوا من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي. وبعد كي يديروا هذيك المؤسسات تاع الديمقراطيه يولي هناك شيء نفهموه باللي الصندوق هو اللي يهضر. الشعب كي يروح للصندوق، انت تقول عندك انت
تولي عندك حريه للتنقل، عندك حريه تتكلم وتعطي المشروع ديالك. كيلحق وقت الانتخاب كما حنا نقولوا حنايا يفو ادر سور باللي انت تتقبل بالنتيجه. كي تقبل بالنتيجه اذا جبت انت يا الاغلبيه الله يسهل عليك، روح بالمشروع تاعك لان الشعب وطى عليك. بهذه الطريقه ما كان حتى واحد يجي ما عنده شعبيه يجي يحب يتحكم. خلاص تولي الصندوق هو اللي حاكم، هو الفصل. نعم تفضل. سي شريف هذا الكلام تاعك ماهوش واقعي. علاش ماشي واقعي؟ على خاطرش هذا اللي راك تهضر عليه الهدف تاعو ماهوش تغيير النظام، الهدف تاعو ضرب الاسلام. هو ما يهموش النظام يحكم فيه العسكري، هو راه يصفق له. بصح ما يقدرش يضرب يتحارب الاسلام لما يكون الصندوق. خدو مخدو انت عندك مشروع اسلامي وتروح. ما يقبلش بالصندوق. شريف الا راه فهمت الهضره نتاعي. ايه ساعات ساعات تبان لي باللي ماكش تسمع فيا. غادي نسمع فيك طربيا والله غادي نسمع فيك مليح. غادي نسمع طربيا. كاينين الناس اللي هما الانتخابات ما تخدمهمش. على بالهم برواحهم. انت راك حاب تديه للديمقراطيه وحاب تديه للانتخابات باش انت تغلبوا بالانتخابات. يوم ما يروحكش ليها هو اللي بالو بها، ما يروحكش ليها. هو يقعد ذكا في هذا الحراك باش يكسر. قلت لك انا هو يحوس على جيل باش هو لا يكون هناك تأطير. اسمع يحاول هو انه يستعمل هذه المسائل من بين هذه نتاع المنظمات الدوليه. انا راه ديريكت باش هو يفرق. باسكو كنهضروا ديريكت يسمعونا يمرقوا الخدمه. ترى تحب تبيع، احنا رانا قصرون جينيرال اللي يفهم يفهم. دوك حاب نفهمك دوك انا كي نقول له ادخل معايا في المعمعة في طريقه السلسه. اذا هو ولا هو جبد روحه خلاص. دوك نعطيك انا مثال. انا عندي استعمار في بلادي، دخل لي الاستعمار. انا نجي كل اطياف المجتمع اللي راهم يديروا في السياسه نقول لهم يلا نرفدوا السلاح نخرجوا هذا الاستعمار. كما درت له فلان اللي يسمعك هكذا على المباشر يقول هذا الناس راهم يخطوا راهم يخدموا ماشي ما فهمتني. هاي فلتت لهم حاجه ماشي. دوك انت كاين حاجه لازم تفهموا عليها. الشعب الجزائري والطوائف والجماعات اللي راهم يتحركوا كل واحد عنده مشروع في راسه. واحد يحارب الاسلام، واحد العروبه، واحد حاب يدير اللغه العرب البريه، واحد حاب كذا، واحد كذا. انا ما نقدرش انا كانسان وكجزائري وكناشط في السياسه ما ننجمش انا نحارب هذا ونحارب هذا ونحارب هذا ونحارب هذا وبعد نولوا احنا نختلفوا بيناتنا ويبقى العسكر حاكم فينا. انا لازم هاد الناس شوف انا هاد الناس كنا نعاود نرجع لك الكلمه. دوك نعاود نرجع لك. خليني نكمل الهضره من بعد نسكت انا شويه. لا صبرني برك هذه النقطه برك. تفضل روح. في وقت من الاوقات مثلا انا كنت نقوم بحوارات ايه تحاور نتاع عبد الحق العياده ولا تحاور هذا نتاع هذا مدني مزرق ولا ناس اخرين. واش يقول لك ما تحاورهمش يا الاخ نور الدين. انت هذيك قضيه خاصه، قضيه ارهاب، قضيه موتى، قضيه كذا، فيها حساسيات. ما تخلطش بين السياسه وبين حاجه حساسيه. دوك انت تروح تهضر مع فلان دخري ما عجبوش الحال باسكو فيها دماء فيها كذا فيها. بصح حنا نهضروا سياسه بوليتيك. سيتي بوليتيك. انا راني نتكلم سياسه. مرحبا بكل من له مشروع سياسي لتغيير النظام والذهاب الى الصندوق والشعب هو له الاختيار الاخير. ما يهمنيش كون راهو يجي، انا يهمني هو يمشي في المشروع اللي رانا متفاهمين عليه كمجموعه كشعب اللي تخدم الجزائر وتخدم الشعب الجزائري. انا عندي مشروع اسلامي، نحب الاسلام والعروبه ونحب الشرع ونحب الدين ونحب كذا. كي يلحق الوقت تاعي باش انا نبدا ندير لابروباغوند ونمشي يكون عندي حزب، عندي الحق. واحد ما يمنعني وواحد ما يدرحني في الصندوق. يعني قلت لك باللي ما راكش تفهم في الهضره نتاعي. ماشي مانيش نفهم. انت اللي راك تعقد في الامر باسكو ما عندكش حاجه. مانيش نعقد، راه كلامي واضح صريح وفصيح. انت اللي راك تعقد في الامر باسكو انت ما عندكش حل. ما تقدرش دير حل الا الى العزل. لا 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 اصبرني. انا جبت لك هذو كمثال. جبت لك كمثال. انا مش مثال، احنا نهضروا على المشروع. تتكلم في بلاصتي مالا. لا جبتهمش كمثال. يعني جبتهمش كمثال. انت عندك مشروع. انت قلت انا اللي نحوس واش نهضر. جبت لك كمثال درك انا هذا واسمه العياده والله اسمه على جلاش باسكو مازال ما سمعتنيش حتى نكمل العباره.
درك كاين الناس اللي هو يقول لك انا ما نتحاورش معهم. علاه؟ لانه هو حاب يمنعك باش ما باش ما باش الناس ما تعرفش الحقيقه. درك لما الناس ما تعرفش الحقيقه يولي هو يجبد لك درك هذه القضيه نتاع الارهاب درك كما رانا درك في 2021 هم يجبد لك في القضيه نتاع الارهاب. هم كذا وهو هذا كان من العياده وهو هذا كان معدني مسراك او كان في الجيه والاخر كان في اسمه. لو كان انت كي تتحاور معهم تتحاور انت مع التوفيق وتتحاور انت مع نزار وتتحاور مع الاخر وتعرف لما الناس تعرف الحقيقه فيما بعد وما يجيش يطنهك. هذو دوك الناس هذو اللي راهم دوك حنا جبدناهم هذو في الحياه في الحراك هذو اللي هم ما جبدوا لك هذه القانون نتاع واسمه نتاع قانون الاسره يرميوه للبوبال. نفس الشيء هو لو كان دوك مثلا قال هذو دوك راه مجموعه نتاع الناس تدخلهم انت في اطار نتاع حوار ونتاع هيكله ونتاع تاطير ونتاع كذا وقال غدوه حنا نروحوا للحراك هاي مثلا خطوط عارضه نتفقوا عليها والله وميثاق وغدوه قال مثلا حنا نروحوا للشعب ومن بعد قال اللي عطالو الشعب عطالو. هو ما يخليكش هو راهو قاعد يكسر في الحراك راهو درك كاين منهم وهادو اللي راهم درك مثلا في الجهاز تاع المخابرات انت اللي راك تقول لي بلي انت يستعملوا وانت كذا هما راك انت طيح لهم على طيح لهم على القسطون تاعهم تدرك مثلا تحت الذريعه نتاع انه نخدموا بالسريه تلقى جماعه راهم دايرين صفحات راهم يروجوا في اكاذيب راهم يروجوا في اغاليط تحت هذه الذريعه راه مجموعه يقول دوك ما كانش تاطير يقول لك اخويا ثاني خرجوا شعارات انت تخرج له شعار هذه نتاع واسمه هذه تاع جلديه راس ارهابيه هو يقول لك حركه رشاد ارهابيه والى غير ذلك من المسائل. مساله واضحه في الجهاز تاع المخابرات. الاخ اسمعنا من فضلك اسمعنا فقط من طفي طفي الصفحه تدرك اخ عمد تحت الذريعه نتاع انه نخدموا طفي واسمه طفي الصفحه سمعنا من مباشره من الغرفه هذه راهو صوتي تعاود تحت هذه الذريعه راه مجموعه يقول دوك ما كان يخرجوا شعارات انت تخرج صافي دوك لازم نقعدوا ربع ساعه وحنا نسمعوها هذه تاع جلديه بس حركه رشيد والى غير ذلك من المسائل. شكون لو دار الصفحه شكون؟ يا الاخ طفي علينا الصفحه سمعنا من هنا. يا الله يا كريم مازلنا في الميكرو انا مازلنا في الميكرو. الاخ اصبر نشوفوا ترى الاخ هذا اللي دخل معنا الاخ صالح الدين مازال ما دخلش راهو لا 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 كاين واحد معنا اخ دخل معنا يعني نشوفوا بصح ما يوسف ما يقدرش يحضر وقيله راهو لا ما يقدرش الكونيكسيون تاعو ضعيفه. يقدر اخويا تخلي الاخ يوسف اتفضل قول له يتفضل ها وراح ما يقدرش يدخل ما دخلش كانت وسمود الاخر ديالو الانترنت ضعيفه ما قدرش يدخل دخلوا بعد دخلوا لا كان موجود معنا يا ودي انت ماكش تشوف ماكش لابس نواظر الاخ نور الدين انا اللي لابس نواظر الله يهديك انا اللي راه قلت لك كان معنا انا اللي راني كوموندون دبور هم راحوا الاخ نور الدين دخل ومن بعد راحت له لا كونيكسيون من بعد عاود تشوف التسجيل عاود تشوفها روح من بعد عاود تشوفها انت ما قصص راسك انا خلينا تفضل الاخ باديس هو الشريف شحال عندك الساعه سي نور الدين راها 3:30 ما ترقدش ما عندي ديريكلاج في النوم انا احنا مديريكليين انا ونور الدين قول عندي ديريكلاج هو 3:30 ولا عندي 2:30 انا عندي 9:30 انتم 9:30 على شي انتم مازال حال عليكم انتم لقيتوها خبزه تقعد تسهروا بيا ومن بعد ترقدوا مليح انا اسمع الانسان اللي يحط روحه في باب كيما هكذا ما يهضرش على الوقت ويهضر على الرقاد ويهضر على شنو حط روحك انت دوك انت مرات هو انه كاين مرات هو انه قال مثلا سمانه باش نتكلم مرات شهر مرات شهرين مرات يصرى حدث لازمك انت كيما درك مثلا هذه القضيه لازمك تحتاجك تهضر عليها سير بلاس ما لازمش تخليها تقعد 15 يوم ولا 20 يوم من بعد سي تروطار. الاخ نور الدين نقولوا كلامنا والله غير انا حاجه اللي مش فهمتها اصبر تراها وزاد والله غير اتفضل
ها وجا الاخ هاي الاخ احمد. اي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير ولامس الخير. صباح الخير. اسمع مس اصبح الخير بنتاع اوروبا وتزاير ومس الخير بنتاع كندا. من الالمان. من الالمان مرحبا. الله يبارك. الو السيجي نتاعكم سيحيره. احنا تبعنا كنت تبع فينا مع الاول. هذا وين وصل اي مالك تعاوش دير انت دير طفي الميكرو خلينا نهضروا بعد دخلها معنا يعني نسمع. كنا نحكي والاخ احمد احكي لك نقصر معك الاخ احمد سما. كنا نحكي وديجا كنت درت انا مداخله في الموقع نتاع اليوتيوب حول الاولويات نتاع الشعب والاولويات نتاع السلطه في ظل هذا الحراك اللي راهو جاري في الجزائر. وكانت كاينه بعض النقاط اللي ما ادرجتهاش انا في المداخله نتاعي زدنا اضفناها في هذا النقاش. وتحدثنا على بعض الامور اللي حدثت يعني في المسيرات هذه اللي صارت اليوم 8 مارس. احنا ذكرنا الان دخلنا في الناف. من بين الاشياء اللي تسمى حدثت هي قضيه نتاع واسمو تاع الناس خرجوا شعار نتاع قانون الاسره لابوبال. فهمت. وحذرنا احنا من مثل هذه الاشياء لانها هي راح تزيد تساهم في الانقسام داخل المجتمع. كاين الناس اللي ربما ينظروا لها نظره سطحيه، كاين الناس اللي يشوفوا لها بشكل اعمق لانه كاين الناس وراءها. وهذه المساله ماهيش جديده بالاضافه الى التحرك نتاع بعض المنظمات الدوليه. وتحدثنا على القضيه هذه نتاع العراق نتاع فلسطين نتاع ليبيا نتاع اليمن. هذه المنظمات الحقوقية هذه الدولية ما تحركش ليك انت يا قال مثلا لأنه شعرك سود والله عينك كحولة ولا لأنه راك جزائري يحبوك راه تتحرك لحسابات. احنا الإنسان يناضل. راهم ذوك هذ الناس اللي راهم في السلطة نختلفوا معهم بل ما نتفقوش معهم ورانا نسعوا للتغيير تاعهم، لكن في نفس الوقت ما لازمناش نقولوا احنا يستعملون ناس من أجل احتلال بلداننا يضربون بعضنا البعض. يا أخويا كما يقولوا هشي في, في, في البلاد زيتنا في دقيقنا. exactly. هذه هي. نعم أيدك فيه يعني كل ما راك تقول. والمهم هو يفو با كون سديسبرس فو كون رست سر 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 دو بون راي فو با بريسيبيتي لي شوز. Il faut mettre des priorités. Qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Après, nous allons les sujets, qui préoccupent tous les Algériens. Canon Osra ou Canon Hadik ou Canon Hadik. Mais Hadik, c'est un peu tôt de parler de ça. Il faut tout d'abord. نبداو بالحوايج المهمين. فو با كون سي ديسبيرس شو كار ستيوني اي انا مون ابي الحراك لازم لو ثاني هو il s'organise. فو كون s'organise pour pouvoir parler d'une seule voix. فو با كون هو اللي كنا نقولوا فيه نداوش يا بدات مي دابري توا سي كوا الحاجه اللي نتفقوا عليها دابري توا دابري فو مسيو. Et d'après toi, c'est pas d'après toi. La première chose que vous avez dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un gouvernement provisoire. C'est ce qui va être il n'est pas légitime. On prend ce pouvoir. À mon avis, il ne faut pas rester longtemps en train de faire des manifestations. Il faut passer vraiment à l'action. Et l'action, c'est mettre le gouvernement actuel, qui est illégitime, devant ses responsabilités, en faisant une grève illimitée. Point. Classe. On en marre, on arrête, qu'elle chauffe. Khtéouna. Badoulina. Khtéouna nana. Nsgumu l'ouatan n'tana hada. Parce que si on continue comme ça, ça va mal tourner.
بس هذه كيفاش انت ديرها؟ هذه لو كان ما يكونش فيها حوار ويكون فيها واسمه كيما نقولوا نقاش وهو يكون هو انه الناس راها وصلت لهذاك المستوى، كيفاش راح ديرها انت؟ دوك لو كان يديروها جماعه رايحين مباشره يعتبروهم خوانه ورايحين يستهدفوهم بلك ربما حتى يوصلوا انه المرحله نتاع التصفيه نتاعهم. وممكن هذا الاجراء في هذا الوقت بالذات ممكن هو انه يساهم هو، انت بدل انت راك تقول باللي التوحيد انت واللي يساهم هو في الانقسام. دوك عندنا بريسك دو زون وحنا اون تورنوارون. علاش درك مثلا كاين خيار اخر؟ علاش درك مش في هذا الحراك هذا؟ دوك حنا صعوب يصعب هو انك انت تاطر الحراك، لان دوك تخرج مجموعه كاين الناس اللي راهم ناشطين هو يشوف روحه باللي ما كانش في المجموعه يولي في الزد. كاين علاش مش درك قال دوك مثلا في هذا الاطار ولأن السلطه دوك هي راها تنادي ولا راها تعمل هي من اجل باش تكون هناك انتخابات، الناس تدخل في هذه الانتخابات ما تخلي لهمش الساحه، تدخل بموازاه مع مواصله الحراك. تدخل قال دوك مثلا هذ الناس يترشحوا قوائم وقوائم يكونوا فيهم توجهات مختلفة، كاين توجه وطني، توجه إسلامي، توجه علماني، يترشحوا في قوائم موحدة على المستوى الوطني، يديوهم الأغلبية بمراقبة الانتخابات وبالتعبئة، وفيما بعد هما يشكلوا الحكومة تكون شرعية، فهمت؟ تكون حكومة شرعية، فيما بعد هذه الحكومة الشرعية هي فيما بعد تكون موازاة مع الحراك، يبقى مستمر ويزيد هو لما تكون كاين حكومة وكاين برلمان وكاين كذا، فيما بعد يبقى هو مواصل إلى غاية استعادة السيادة الوطنية، بحيث هو أنه غدوة فيما بعد يكون الرئيس رئيس شرعي، تكون عنده شرعية حقيقية ما فيها حتى هدرة، وفيما بعد تمشي الناس واحدة واحدة من خلال حوار مفتوح للمستوى الوطني، وتمشي الناس هو أنه تستعيد السلطات الأخرى وتستعيد هو فيما بعد المؤسسات، قال مثلا القضاء عاودوا فيما بعد ينقيوا القضاء هذاك من القضاة الفاسدين والمرتشين، ينقيوا الإدارة وينقيوا الجيش من هذوك الخوانة والعملاء، ينقيوا المؤسسات الأخرى نتاع المخابرات نتاع الشرطة نتاع كذا، Justement, il faut prendre les commandes. Et comment les prendre, c'est ça le problème. Pour en arriver jusque-là, les différents groupes et les mettre autour d'une table pour s'accaparer du gouvernail. خطر عليها الاخ حمد، لو كان دوك مثلا هذه القضيه هذه نتاع الحكومه هذه اللي تحكي عليها انت، قادره هذه الفكره هذه قادره هي انه تحدث انقسام داخل الجيش، بحيث انه يكونوا ناس مؤيدين ومعارضين، وقادره فيما بعد تدخل البلاد في حمام نتاع دم لو كان يحدث انقسام داخل الجيش. لازم هذيك لازم يفول ليفيتي. اون ا يو دي زيكزامبل دوفون نو زيو، يعني شفنا بزاف، شفنا سوريا، شفنا ليبيا، شفنا العراق. جوستومون اون ا سي فيو بور نو با تومبي دون سيت ايرور. علاه ما تدخلش الناس درك مثلا في الانتخابات الشرعيه؟ كما قلت لك الانتخابات الشرعيه ماشي كيما الانتخابات الرئاسيه، باسكو الانتخابات الرئاسيه هما راهم عندهم القوه العسكريه باش هما يمنعوا. دوك مادام راهو درك هو الانتخابات راه على المستوى الولايات، ما يقدرش هما مثلا غدوه في تيزي وزو يفرضوا عليك ناس من الافلان من حسيم سعود. صح رايحين يخرجوا الناس من تيزي وزو. ونفس الشيء في العاصمه، نفس الشيء في الشرق، نفس الشيء في الغرب. تدخل الناس في هذا الاطار نتاع الانتخابات التشريعيه وبحراسه المستوى الوطني، تعبئه شامله، تدي انت البرلمان، تدي اغلبيه في البرلمان، والاغلبيه راك راح تشكل بها نتاع الحكومه، وتفرض فيما بعد امر واقع على تبون والجماعه نتاعو شعبيا. لخطر دوك لو كان الناس تعلن على المقاطعه نتاعها، هما رايحين يبقوا مستمرين في اللعب نتاعهم، يبقوا هما دوك يحركوا المجموعه نتاع الاحزاب، لا سيما من الاحزاب الجديده هذيك، وربما حتى يدخلوا معاهم في كوطات، يعطيو لهم كوطات، وفيما بعد زيد انت قعد 5 سنين واحد اخرى، لانه هما دوك فيما بعد لك كان عقبوهما، هما ديجا عقبوا الرئاسه
وزادوا عقبوا الدستور لكن زادوا عقبهم البرلمان وزاد صرنا انت 5 سنين واحد اخر. Donc c'est quand même une pensée يعني qui vaut la peine hein. واش راك تقول c'est une pensée qui a son pesant d'or. Oui, c'est vrai. Ouais, le principal, c'est il faut pas qu'on tombe dans l'erreur. Qui m'a goûté le bouillon, Alors, on a les exemples, la Syrie, l'Irak, la Libye, Ousmou. Et n'oublions pas que l'Algérie, elle est convoitée par tous les pays qui l'entourent. Il faut qu'on fasse attention. Quand il s'affaiblit, il joue les hyènes, il devient une chauffée. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce pays. Il est tellement convoité, on a des problèmes autour de nous qui ne sont pas à négliger. Ça doit rester dans la conscience de chaque Algérien. مم حتى اسمو هذه الحكومة هذه اللي انت راك تهضر عليها هذه لو كان نقولوا مثلا غدوة تمشي انت كيما نقولوا في مرحلة تصاعدية فهمت ما تروحش انت تبدا ليها من الاول لانك تمشي فيها الاول تهبط ديريكت شوت ليبر فهمت تايا هذه القضية انت الحكومة تأجلها تخليها ربما المرحلة واحدة اخرى قال دوك مثلا في حالة ما حدث تزوير نتاع الانتخابات تاع التشريعيه راها راح تشكل حكومه تستعملها انت كشغل اون كارت قال له كان غدوه تتزور الانتخابات رانا راح نعن حكومه من الخارج مش حتى من الداخل تولي انت تجبرهم وقال مثلا انت تدخل في اضراب تولي انت تجبرهم لكن إذا كان مشات الانتخابات بشكل سلمي وما حدثش فيها تزوير وديت أنت الانتخابات اللهم بارك وإلا كان هما راهو الشعب معهم الله يبارك كما يقولوا مبروك على الفيلة ربي زيتهم الإستوار تاع الفيلة إيه هذه هي السلطان قال له خصتو فيلا هذه هي قالوا واحد قال له زدنا فيلا انا هكذا نشوف فيها هكذا نشوف فيها انا نشوف فيها باللي فرصه هذه نتاع الانتخابات نشوف فيها دوك هو انه الناس قال مثلا هذو اللي راهم مثلا نشطاء نتاع الحراك انا هكذا نشوف الله اعلم الناس تاخذ المبادره ويستعينوا بشخصيات وطنيه شخصيات اللي نقولوا مثلا يقدروا هما يساهموا بالراي نتاعهم يساهموا بالمشوره نتاعهم يساهموا بالتجربه نتاعهم يدخلهم في هذا الحراك قال مثلا زوج ولا ثلاثه ولا اربع شخصيات ويتحكم مجلس كاينين اللي كونتوس ايه مجلس يكون مثلا من ما على باليش انا قال مثلا من كل ولايه واحد وقال مثلا مجموعه اللي راهم موجودين في الخارج راه الان كاين الوسائل نتاع التواصل وكذا يتفاهموا قال مثلا على ميثاق قال مثلا كاينه بعض الصراعات ما لازمش الواحد يثيرها داخل الحراك قال مثلا تتوحد الناس الشعارات يكون شعارات واحدة لم شعارات ثانية يفو اتر كاينين بعض الشعارات يعني سيبا سا وقال مثلا كان مثلا قوائم تاع الانتخابات يدرسوها قال مثلا تكون لجنة مثلا على المستوى الوطني والله وتتحط الملفات نتاع الناس قالها من الناس اللي يزكيهم للحراك قال يتكلمهم باسم الحراك وتمشي الناس واحدة واحدة لو كان غدوتكم كاينة حكومة اللي هي نابعة من هذه الإرادة الشعبية أنا متأكد باللي رانا ماشيين للتغيير ونديروا الجزائر اللي رانا نحلموا بها لكن إذا كان خلينا لهم الطريق هم راهم معروفين بالسياسة نتاعهم والله أعلم
Non, c'est l'idée, elle me plaît beaucoup. La proposition de Akali, il faut aller doucement et il faut participer. Il faut participer, il ne faut pas être toujours regardé de loin et critiquer. Ça ne rime à rien. Il faut participer. Et quand on participe, on peut avoir un poids. On peut avoir un poids pour faire les changements qu'on veut changer. لخاطر انت كيفاش راح تغير النظم وتغير انت القوانين وتغير انت السلوكات، كيفاش راح تغيرهم لما تكون عندك السلطة، Ouais. والسلطة هذه باش تديها بالانتخابات. إذا كان ما عندكش الشرعية نتاع الانتخابات، غير سي بالابان تحكي على الشرعية، Ah oui, c'est vrai. والشرعية جات الفرصة نتاعها، هذاك العزوف اللي كان مثلا في وقت سابق قال فرصة على جال باش الناس تشارك، ولكن مش تشارك من أجل باش يديو لها الانتخابات، تشارك من أجل هو أنك أنت تكسب هذه الانتخابات، شارك بحيث هو أن تكون فيه تعبئة صحيحة، وفيما بعد تمشي الناس، وتمشي قبل ما تروح للناس تمشي قال مثلا دير ميثاق مع بعضها، مشي يلعبوا لك اللعبة، قال من بعد جماعة يوصلوا لك البرلمان ويقولوا لك باي باي. وقت يكونوا لي زيليكسيون هذه تاع إيه هما ممكن يديروها بعد رمضان، ممكن درك هما دوك راهم بداوا يوجدوا، ممكن يديوها للصيف، ممكن جدا. هما على حسب الجوان. السي نوردين. نعم. التزوير فيها. إيه ولكن كي تكون أنت شوف اسمع. احنا رانا حضرنا مثلا في الوقت نتاع الفيس، حضرنا الوقت نتاع الفيس نهار اللي كان الفيس كانوا عنده مراقبين على مستوى الوطني، ادى الانتخابات واعلن النتائج قبل ما تعلن عليها وزارة الداخلية. انت درك اذا كان ما عندكش مراقبين، الصندوق اللي انت راك غايب عليه النتائج نتاعو ما كانش، راه مداوها. انت لازم نتايا هو انك ما دام تقول انت ضاع حراك شعبي، راه عندك قوه شعبيه، غدوه انت يدير ممثلين على مستوى 48 ولايه. هو وش اللي خدم السلطه هذه؟ خدمتها المقاطعه، خدمها العزوف، هو اللي خدم هذا الناس اللي راهم في السلطه باش يقعدوا هما مستمرين في الحكم. لو كان جات راه كاينه مشاركه قويه، تقول لي كاين معك التزوير راني معاك، لكن غدوه انت كي تحرص، انت كيما راني نقول لك انا، تكون فيه تعبئه شامله على المستوى الوطني، هذو الناس اللي راهم دوكا في الجيش وفي المخابرات وراهم في الاداره، يا وراهم ولد الشعب، هذو مو جايين من كوكب واحد اخر. غدوه انت دوك ما صارتش في البلاد، في البلاد واش كان صاري؟ كان صاري هذا علماني، هذا اسلامي، هذا من الدياراس، هذاك من المعارضه، هذاك من ذيك. حنا دوك نحوسوا هو أن الناس تتلم قوائم واحده. قال دوك مثلا الاحزاب هذو انت الحراك، قال دوك مثلا اللي خرج ودار حزب مرشحين باري على جدو، تنتخب الناس على الجماعه هذو اللي راهم دوكهم رايحين يمثلوا الحراك الشعبي. ما كانش قائمة حزبية ولا إيديولوجية معينة، الناس مع بعضها من أجل البلاد. قال مثلا قائمة الحراك ولا قائمة الجزائر، فهمت؟ الناس كل تمشي معها. بس من بعد أنت كي تدي أنت الأغلبية، فما بعد أنت تمشي وحدة وحدة. بصح الأحزاب راح يفرقوا الأصوات، يفرق على أرواحهم. أنت كي تكون عندك أنت حركة شعبية صحيحة، غدوة هذا الناس تعزلهم شعبيا. أنا نعطي لك كمثال صار قدام عيني، واحد من الناس ترشح في البلدية، وإن كنت أنا ساكن في برج الغدير. يا ودي شوف، ما خلى قهوة، ما خلى جامع، ما خلى سوق، شوف داير حي حاية، وين تروح تصور تبع معلقين. نهار اللي جرت الانتخابات وكنت حاضر انا قدامهم يديروا في الفرز، والله نقول لك كيما ماتش في النهار هذاك ما تلاش يموت. لقى روحه انتخب على روحه، فهمت؟ اه وي سي فري، كيعود ما كانش الشعب موراه ما يقدر. كي يكون الشعب انت يا غدوه قال مثلا في منطقه القبائل تكون فيه واسمه، قال مثلا المرشحين
تحت قائمه واحده، ما كانش هذه نتاع اف اف اس و ار سي دي وتاع ماك وما على باليش انا وحمس واسلام وكذا، الناس كامل في قائمه واحده، قائمه الجزائر. نفس الشيء غدوه قال مثلا في المسيله ولا في قسنطينه، ما كانش هذه قبيلي وعربي وشاوي، الناس كامل قائمه واحده تاع الجزائر تاع البلاد. وتمشي الناس غدوه، تمشي الناس غدوه قائمه واحده، وغدوه فيما بعد نبنيو مع بعضنا. غدوه كيكونوا انت عندك ممثلين في البرلمان عندهم هذا التفكير الوطني يخدموا مع بعضهم، والناس اللي في الحكومه عندهم هذا التفكير الوطني. غدوه هذا الجيش هذا منين جايين؟ غدوه هما معاك، كي يتفاهموا هذ الناس هذو يتفاهموا يوليو هما همهم الوطن خلاص. تحت راية واحدة نتاع الوطن كامل قالها، ورايحين نطبقوا احنا رسالة الشهداء ورسالة هذا الناس اللي راهم دوكوما بكوا على البلاد وضحوا على البلاد وماتوا من اجل البلاد وتعذبوا من اجل البلاد وكذا، يكون كاين من ميثاق بيناتهم. فهمت؟ فيما بعد انت ما شكيتش هذا المشروع هذا اللي تهضر عليه، ما كاش الوعي لهذه الفكرة دروك الان. كي تقول تمشي الناس ها، وانت واعي اصحابك، اسمع انت واعي اصحابك، وعيسى واعي اصحابه، وشريفي واعي اصحابه، وخونا احمد واعي اصحابه، وحنا رانا نتحدثوا نقاشات تمشي الفكره. هاد الناس اللي راهم دوكم فجروا الثوره شحال كانوا؟ كانوا في 6 من الناس، احنا هنا في 5. قول لازم نزيدوا واحد، نزيدوا واحد بالك كاش ما واحد من الناس اللي راهم يسمعوا فيني يدخل للستي. اي والله لا نهضر انا على الوعي الشعب، وعي الشعب حاليا. لا لا واشوف المنابر اللي راهي محكومه ماهيش تمشي بهذا المشروع. لو كان كاين منابر نقولوا انت تفتح منبر الاخر يفتح منبر في المنبر وده تولي هذيك المنابر كلها توصل المشروع للمتابعين عن طريق الفيسبوك او الملايين اللي يسمعوا. تما الناس هادو ملام يمشوا دوك الحراك مثلا يقول له قول كذا كذا، تلقى بالجماعات تلقى الاخر يخرج على في الجزائر كاع. منين؟ من فيسبوك، من التواصل الاجتماعي هذوما. الفكره الاخ واسمه الاخ باديس، فكره تمشي. كون دوك مثلا حنا دوك رانا ماناش مبرمجين، قال مثلا انا ديجا راها قريب عندنا راه الربع نتاع الصباح، ماناش كيما نقولوا نتحدثوا حنا من اجل باش نقال مثلا نديروا البوز ولا نديروا، فهمت؟ رانا نتحدث، ولكن هامتنا البلاد رانا متحيرين عليها وهنا نتحدثوا عليها. كاينين الناس اللي راهم يسمعونا قادرين دوك غدوه، فهمت؟ قادر غدوه مثلا واحد يثيرها على قناه فضائيه او يثيرها في وسيله اعلاميه وتمشي القضيه. صح. فهمت؟ غدوه احنا نطرحها في الفيسبوك في اليوتيوب، وكاين الناس اللي راهم يسمعوا فينا، هذا ينقل لهذا وهذا ينقل لهذا وتمشي ان شاء الله. فهمت؟ هي قضيه نتاع واسم نتاع ايمان بالوطن، كي دير الناس المصلحه نتاع البلاد تحطها كيما نقولوا فوق الاعتبارات وتمشي تامن الناس بالافكار من بعد تمشي. دوكا واش نقول لك انا، كاينين الناس اللي هما درك ما تساعدهمش، حنا رانا تحدثنا على القضيه هذه، كاين الناس اللي هما ما تساعدهمش هذه اللحمه، هما التجاره نتاعهم في التفرقه. فهمت؟ هذه هي Ah, mais c'est par rapport à la population algérienne, c'est une infime minorité qui ne veut pas dénigrer les intérêts personnels. Mais ça y est, on en a marre, c'est fini maintenant. Il faut qu'on pense à ce pays, il faut qu'on pense à cette jeunesse, il faut qu'on pense à l'Hélène Ousmo. Donc, ça n'a pas de l'albir. Tout a été massacré dans ce pays, il n'y a plus rien. Il faut qu'on prenne le gouvernail pour mener à bon port le bled Hari. Il faut le dénominateur commun qui goûte qui est l'insan li hous le khair le bled. Hada makan. Hna li rana mtahayrin. Nous sommes tous presque tous à l'étranger. Mais il faut que nous
رانا متحيرين وما نقدروش نرقدوا وما نباتوا ساهرين ولا براس والدنيا ونقرا ونديروا عليه على الوطن هذاك. صح الوطن صح. الرساله اللي خلاو لنا الشهداء اللي ضحاوا بحياتهم. صح دونك ما تصلحش. اسمح لي شكون اللي قال ما تصلحش؟ انا كنت عندي واحد لاريب. شكون اللي قال ما تصلحش ليدي؟ ما قلناش ما تصلحش يا اخويا. وقال لك شو واحد يهضر معك في الدار انت؟ سمعت واحد قال ما قلناش احنا قاع قلنا تصلح. قال له لوردين قال له في الاخ عيسى يمكن بلك اسمع بلك نعس شويه ومن بعد عاود فطن. خمزل عندكم الحاله عيسى. اسمع نورمال عيسى نورمال مو انا اللي راني طيح بالنعاس. بيان سور انا هاني قاعدك تشوفي تقول انت تقول راه تقول عندي الربعة تاع العشيه. الله يهديك يا عيسى الله يهديك. روح دير فيها قهوه وقارو بعد عاود ولي. يا اخي عيسى نحب قصص عيسى. شعل قارو شعل قارو نحل نعسك على بالي. اها قبيل قال لك واحد من الجماعه قال لك خلينا من الشريف وخلينا من كدا قال لك تصلح الفكره اللي راك تحكي عليها. لا قال له تصلح. قال له ما قالوش ما تصلحش. قال له تصلح الاخ احمد. لا ها كاين الاخ باديس وقال باديس شو ما قال. لا ما قلتلوش ما تصلحش. قلت له واسكو لازم يكون وعي كبير تاع نتاع الوعي. قلت له في هذه المرحله هذا حاليا الشعب اسكو عنده الوعي هذايا ولا لا؟ ما له. لا كاين الوعي كاين انا ناكد لك. والخدمه تبدا من تحت كما قال لك نور الدين. ما تبداش من الحراك نفسه. تبدا من البلديات ومن بعد يدخلوا في الحراك هكا. كاين ناس يخدموا هكا في البلديات راهم يلموا في بعضهم ومن بعد يطلعوا للحراك ولا يطلعوا لبلاصه اخرى. هذيك الايام اللي راهي تبين واحد ما محدد التاريخ كما الجماعه محدد. واحد كما قال نور الدين ما تحددوش التاريخ. واحد ما يحدد التاريخ حتى يجملوا بعضهم هذيك الساعه يطلعوا. دوك المهم دوك هل يا دوك النظام حيستعمل نفس الخطه ويدخل بمجموعه اخرى او الشعب يغير نفسه بنفسه راح يخير خياره. دخل على روحه. انا واش راني نقول لك دوك انت كي تكون انت دوك مثلا انا كاينين ممثلين اللي هما يعرفوا النظام ويعرفوا الالاعيب نتاعو وهذا الناس يكونوا في الداخل وفي الخارج. كي تكون دوك مثلا انت الناس في الخارج مثلا في الخارج خارجين على السلطان تاع النظام ما يتحكم لهم لا في الانترنت ولا في الاجره نتاعهم ولا يدير لهم هذه المشكله نتاع الزيت والسكر ولا الفارينه ولا خارجين على السلطان تاعو وهما في تواصل مع ابناء الشعب على مستوى الولايات. قال مثلا دوك انت ماكش قادر انت تكون تتواصل على مع الناس في 48 ولايه يا خويا دير النواحي. قال الشرق غرب وسط شمال جنوب ومن بعد كل واحد كل ناحيه راهو عنده ناس تحته وكل ولايه راهو عنده ناس تحته. فهمت؟ كل ولايه عنده ناس تحته. انت عندك نواحي تنسق مع النواحي على مستوى الوطن والنواحي عندهم هما ينسقوا. قال مثلا النواحي نتاعهم قال مثلا واحد قائد ناحيه قال مثلا على مستوى الناحيه عنده هو مثلا مجموعه من الولايات وكل واسمه واحد على مستوى الولايه ينسق على مجموعه من الدوائر واللي راهو على الدائره ينسق على مجموعه من البلديات واللي راهو في البلديه ينسق على مجموعه من القرى والاحياء. من بعد انت راك راح تخرج انت مجموعه كي دوك غدوه انت راه من الفوق لتحت. فهمت؟ من الفوق لتحت. تا درك غدوه قال مثلا هاي القائمه هذه راه نتاع الحراك. دوك غدوه النظام راهو راح يخرج لك قائمه قال هذه خطيتنا سي محمد هذه مش تاعنا شي تاعنا. فهمت؟ غدوه انت قال مثلا انت يا الشعارات غدوه قال يخرج شعار قال هذا خاطينا. صح فهمت؟ يعني تقدر بالجمعه يخرج مثلا مسيره يديروا شعار تقدر انت بالسبت تنفي هذاك الشعار باللي ماشي تاع الحراك. إيه. قال لك مثلا غدوه حبوا هما يخرجوا قال مثلا بنهار قال ما تخرجوش واحد ما يخرج تعريهم برا وقال غدوه احنا نخرجوا
هذه هي غدوه نخرجوا على الساعه الفلانيه ناس برا كي تكون انت الناس كلمه واحده غدوه انت هبطهم شعبيا شعبيا انت يا غدوه تفرض عليهم امر واقع ولكن في ظل هذا التفريقه غدوه انت ما راك راح دير والو بالعكس هما هذه هي السياسه نتاعهم فرق تسد يومكم يدخلوا على الاحزاب يعني في الحقيقه هما راهم متمات وسمو تجاوزهم انت الاحزاب هذو تتجاوزهم غدوه انت مثلا كي يدخلوا الناس قال مثلا كون يدخلوا مثلا مع احزاب قال مثلا يدخل معك حزب وتشوف انت مثلا عنده مثلا قيادات اللي راهم درك هما مثلا عندهم هذا الفكر الوطني وقال مثلا عندهم قال مثلا مأمنين بالتغيير تنسق معهم وش عليه تنسق معهم لا يا الاخ نور الدين هي فكره مليحه بس بتطبقها في ارض الواقع هذه حاجه اخرى يعني احنا انت تضر تيو تيو تيوريكمون بارك الله فيك يعطيك الصحه تهضر مع تيوكم وتما دي تقدر دوك انت راه هذا طرح بصح في الواقع لا ندري يا حاجه اخرى اسمع كل المشاريع تبدا بالافكار يعني تهضر مثلا تهضر مثلا واحد هذا اللي بنى دار الطياره كيفاه دار تقول واحد يقول لك هذا مهبول هذا اللي دار مثلا واسمه تي جي في تي جي في واللي دار هذا قطار تحت الماء واللي دار الصاروخ واللي دار المركبه الفضائيه يقول انت تروح للمريخ الأمور كامل تمشي بالأفكار الفكرة مليحة وجيدة لكن تطبيق تاعها هو اللي لازم تفكروا كيفاش تطبق لأن أنت نقول لك حاجة شوفوا وراه الإنسان اللي راهو دوكا عنده عميل مع الحركة وراهو عنده اتصال مع الداخل كان الناس اللي راهم الخارج عندهم اتصال مع الداخل باش الاخ عيسى طفي الميكروفون برك وعندك تاع الميكروفون الاخ عيسى مثلا الناس اللي راهم عندهم منذ سنتين هما عندهم كونتاكت في الخارج للداخل عندهم ناسهم في الداخل هما في الخارج هادو بقى يكون اسهل لهم يديروا هاد لا تاكتيك يعني هما اللي تقبلوها ومشاو بها هذه هي النقطه خطر عليه تذوك بعمل تنسق تنسق مع الناس اللي مؤمنين بالفكره هذا اللي مش مؤمن بالفكره هذا اللي راهو دوك هو يشوف لك باللي اللي راهو راح يشارك هذا مع انت الدي راس هذا ما تهضر معاه ما تضيع وقتك معاه لا 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 هو شوف اسمح لي الاخ نور الدين الفكره تاعك ما عندها حتى علاقه مع الدي راس باسكو ما تخدمش الدي راس مثال يعني جبت لك انا كمثال دوك انت كي الناس يكونوا هم مؤمنين بالفكره نعم. هذو اللي امنوا بالفكره فيما بعد انت تلقى انت دوك مثلا الناس على المستوى الوطني تقدر انت فيما بعد تنسق معهم ومن خلال التنسيق دوك انت تجيك الهضرات قال مثلا انت دوك انا ما نقدرش نعرف انا دوك على مستوى الوطني نعرف الناس الكل نقدر نعرف قال مثلا انا مثلا عندي انا في البرج نعرف قال مثلا في المسيله قال نعرف مثلا سطيف ديجا سي بوكو بجايه نعرف قال مثلا انا ثلاث ولايات ولا ربع ولايات مثلا من بعد انت تعرف قال مثلا العاصمه وقال احمد قال مثلا يعرف هو مثلا الناس في المانيا غدوه قال ممثلين في المانيا وقال مثلا الاخ باديس يعرف جماعه في اسمه موريال وعيسى يعرف جماعه في باتنا يعرف جماعه في كيباك والى غير ذلك والناس تبدا توسي روحها حتى فيما بعد حنا تلقى روحك باللي راك درت واسمو درت شبكه ايه ومن بعد تبدا تمشي حتى انت تلحق للتنظيم ايه فهمت مليحه مليحه هي الحاجه الاولى هي الوسمو هي كي تقتنع الناس بالفكره من بعد كي تقتنع بها من بعد تجندلها ومن بعد انت الامور هذيك تجي انت تراهن انت تعرف النظام تعرف الالاعيب تاعو تعرف القوانين تعرف كذا تمشي انت تخلي ناس تخلي لها هامش من الحريه تقدرش انت دوك مثلا قال دي سي دي حاجه والناس تتبع تخلي هامش من الحريه للناس راها ناس قال مثلا في الولايه يقدروا يدخلوا لك معك جماعه قال ودي شوفوا قال مثلا انت عوض هو انه ديروا قائمه ديروا ربعه
راهو كاين الشعب ديروا ربع قوائم، كاين ناس راه عندها طموح. من بعد انت حتى وهم مثلا يصبروا لك قائمه تلقى روحك راك منعت قائمه، باسكو هما ما راهمش راحين يقعدوا يستناو فيك. انت ما تعطي لهمش انت لي كارت كامل، راهم ماش راحين ينتظروا فيك. راهم كاينين الناس اللي هما ماذا بهم باش هما يهبطوك، خاصه اللي شافوا هما كل امر هو كله متعلق بالحكم. شوفوا في روح من تب اللي راهم رايحين انت تخرجوا، راه راح تروح لهم صفقات وهذه ثروات وهذه مصالح وهذه كذا، هما يسيو باش كيفاش يكسروك. بصح انت لازمك تكون واقعي وتعمل مادام راه القضيه تسمى المصلحه الوطنيه. كاينين الناس راهم في الامن، كاينين الناس راهم في الاداره، غدوه هما يعاونوك والله العظيم، غير هما يعاونوك. هذه يعني ناكدها لك صح، وهذه تجارب ماشي اسمع انا ردينا نزيد حاجه عليك انا. مش المشكل في انك تلقى رجال، مش هذا هو المشكل. انا عندي دوك خبره منذ ايام مع زوج بلديات ما بلا ذكر الاسماء. اسمع المشكل اللي لقيناه هو انه كاينه ناس مش باغيه تحمل. ذاك اخويا عفونا المسؤوليه صعيبه، انا ما نتحملش المسؤوليه. ها ولدي غير انتوما الناس اللي يعرفوكم، انتوما الناس الخيرين، الناس اللي عندهم رؤيه، عندهم عقل، عندهم حكمه. قالك يا اخويا احنا من التجربه يا نور الدين تاع الفيس بان نكونوا صراحة. وكان ناس قالك اخويا باغيين التغيير، باغيينه باي طريقه. لا خلاص حبسنا خلاص، ما نزيدوش اكثر من هكا. وكاين نوع اخر ثاني يقول لك لو كان نضيعوا هذه الفرصه خلاص ما عادش نزيدوا نتحكموا في الوضع، نزيدوا نعيشوا مدة صعبة. هذيك هي كاين شوية تخوف وشوية عدم تحمل المسؤولية والتضحيات. يعني باه نكونوا صراحة، كاين ناس يقول خويا انا على من نضحي واحد، كيما نقولوا احنا في جهتنا نور الدين اللي ما تعجبش بعض الناس، قلت خويا كاين بني قواد بزاف، انا ما ندخلش في هذا. يا ولدي روح نحيوهم، روح نديكاليوهم، روح نبعدوهم عن الواجهه، وخدموا انتوما وحنا رانا وراكم نخدموا معاكم ونعاونوكم ونبوسيكم. بصح انتوما تكونوا واجهه نظيفه تسمى المجتمع يشوف فيها طاقات. وهم يحاربوا فينا ما نهضروا الصح، يحاربوا فينا بالاعلام، يحاربوا فينا بال راكم ديروا تكتون، راكم ديروا هكا. يعني هاد يحوسوا يخرجونا على المنطلق اللي باغيين واحد الصفوف. حنا انا باغيين لا مناصب لا تعطيني لا ديرني رئيس، انا باغيين واحد الصفوف باه نوصلوا للنتيجه. اذا ما توحدناش ونوصلوا للنتيجه، انا في هذا الباب مازلنا ما وصلناش للنقطه نتاع نطلعوا غير لموا هاد الناس هادم باه يكون انا مطمئن باللي الناس هادم صحاح اسمها كوريكت. يعني ما يخونوناش على الاقل، ما يدوروش علينا. سمعت نحوسوا على الناس هادم اللي شوف فهمك الاخ ليس صح. قلت لك حاجه اسمع مسؤوليه على بالك. اسمع شوف انت درك راك تحكي على مستوى محلي، حنا رانا نحكيو على مستوى وطني. انت درك لما تكون تحكي انت على مستوى محلي، كاينين الناس اللي راهم درك مثلا هما خايفين من ردة الفعل نتاع الشعب. يقول لك درك انا نروح نترشح ولا نترأس قائمه، رايحين يقولوا باللي هذا السيد هذا هم شراوه، هاو هذا السيد رايح يستعمل الحراك من اجل باش هو يوصل كما كانوا الاخرين. واش هو الفرق بينك انت ناس كانوا في البرلمان وانترك راح تحوس تجي في المكان نتاعهم؟ وكاين الناس اللي هما درك هو انه لما يروح رايح يترشح هو قال مثلا في البلديه ولا في البرلمان، تحسب انت هذا غا روح ترشح برك روح ادخل البرلمان ولا البلديه؟ ولا هو لازم يكون عنده ناس من وراه
الناس اللي راهم دوك مثلا كانوا بكري يترشحوا سواء على مستوى لا فلان ولا على مستوى الاحزاب اخرى، يما عنده الناس من وراه، كاينين الناس اللي راهم معاه بالدراهم، كاينين الناس اللي راهم دوك ما يتحركوا له في اطار تاع العروش. تبع كل ما تقول لواحد انت تقدم ترشح وقدم، يقول لك انا واخويا ما نقدرش انا نقدم. لكن انا كي راني نحكي لك، صبرني انا كي راني نحكي لك على مستوى وطني. دوك انت كي تمشي الفكره ويكون هناك تاطير، هذا الانسان اللي راهو راه يتقدم هو يعرف باللي شعب راهو يسند فيه، ما راهوش هو راه يحير في الدراهم من بعد، راهو شعب هو يدير له العرس كما قالوا اصحاب الثوره، فهمت؟ شعب هو اللي راهو رايح هو يهزه فوق الكتاف، ولكن هو يكون خادم لهذا الشعب، فهمت؟ يكون هو مؤمن بقضية وطنية، وراه رايح هو يكون ممثل لهذا الشعب، ممثل بمعنى أنه راه رايح يرفع الانشغالات تاع الشعب، راه رايح هو فيما بعد يدافع عن المصالح تاع الشعب، هو فيما بعد يتقدم وفيما بعد هو تولي له مسؤولية، ماشي شرف. قال هو راح يكسكس في البرلمان ولا في البلدية ولا تاع عرش ضد عرش، ولا بالناس راهم كاينين الناس يخافوا من هذا المجال، بيقول لك انا ما نروحش انا نبهدل روحي مع الناس. تكون كاينه قضيه وطنيه الناس تقدم، احنا رانا نتحدثوا في هذا الاطار. الاخ نور الدين، انا اسمح لي بديت نتفانى نروحها. السلام عليكم. وعليكم السلام ان شاء الله. بديت نعيا كملوا قصرونا. بديت نعيا برك. ايش باب اللي هاك حطيت الضرب هو؟ انا عييت هشفى. لا ماشي ما عييت، خلاص ما قدرتش. هشفى هاي ديجا شحال راه؟ الربعة و 16 دقيقة. هشفى هاك هبط الريد هو. قد بكري اليوم انا اصبح. صباح على خير، انا عند بعضنا ان شاء الله. اي صح اخويا، كمل مع الجماعه وغدوه ان شاء الله. زيدوا نكملوا شويه. اي صح كمل. السلام عليكم، مع الخير، ونزيدوا نتلاقاو ان شاء الله. ها ان شاء الله نزيدوا نتلاقاو غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله. السلام عليكم، ربي يحفظكم. السلام عليكم. هذاك نكملوا في القضيه ان شاء الله. هاي الاخ حمدان بك وهلا. ايوا من المانيا. منين الاخ؟ انا من نواحي سطيف، من بوقاع. اخويا ولايه سطيف، جماعه القرقور اخويا. فوالا عندنا 47 سنه في الالمان. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بوقعان اللي شفتها في العشرين. انت راك في موريال؟ ايه انا في كيبك. بديس اللي راه في موريال. انا بعيد عليه 250 عشرين من العاصمة السياسية وهم العاصمة الاقتصادية. احنا المرابط والمغارف والطواجن وهذه كلها عندنا هنا، وهما عندهم لي زافير ورقد اللعب وهذيك الشيء اللي كانوا داروا عليها. داروا لجنات نور الدين، الناس اللي ماشي لجنه بوضيع، داروا لجنه قومري على الفيدرال، وداروا لجنه هذيك تاع شاربونو داروها على البروفنسيال. شاربونو هذه قامت نور الدين على الرشوة وسط المقاولين، كيفاه المقاولين يتخدموا مع شوف خدمة الجزائريين. واش رايك؟ لقاوها الرشوة. نشوف هذوك لي دوسي ويجيبوا ناس، يجيبوا مقاولين يشهد، ومن بعد لو كان يكون في اخطاء يعقب للشرع، وكاين اللي ما عقبش للشرع. بصح جبدوا لك شوف تاع الفيدرال كي هذاك الوقت انا جاي جديد قومري في 2006 هكذاك الاخر. بديس ايه قومري في اخر لي كومونديت تاع وقت جون كريك. هذو كل شوف كانوا يديروا باغ اكزومبل شوف خدمه بوتريقه والخليفه،
شوف يديروا في بيبليسيتي يقول لك لا فيزيبيليتي تاع كندا، تاع كندا تعود مشهوره في العالم. لا فيزيبيليتي واش داروا المالوردين؟ كرافات سوا 2 دولار داروها ب 80 دولار لا فاكتور. كان واحد خدام فاميلته خلص 700 مفاكتوري لهم 700 دولار للساعه. كاين واحد نزيد نقولوا للاردن هذا في البروفانسيال اسمعنا هذا يسموه مسيو تروطوار خدمته غير التروطوارات والتروطوارات يديروا المتوع اي شوف تشوف الديمقراطيه وتشوف العداله. اصلا انت ضربت مثال كيما الجزائر مش كيف هنا الصحافه هنا الاعلام كيكشف الاخر طرد قلت لافير وفاتت في لي تريبينو هما ماشي شرط يروح للحبس هما اون فوا يخرج اسمه في الاعلام يلي رويني لا كارير تاعو لا ريبيتاسيون تاعو رويني ماشي شرط يروح للحبس هو غير يهضروا عليه في الاعلام فيني حنا كتشوف يهضروا عليه ويدخل للحبس ويخرج ومازال يعني انت يخرج ويحلف لك على المصحف تاعنا وجههم صحاح تاعنا تاعنا عندهم دايرين ماسك في الطريقه تاع النهب. اسمع كاينه هذه شركه انا اجزم كاينه شركه اسمها سان فاليي هذيك ولا اسمها هكا اسمها سان فاليي اسانسي لافالي هذيك لافالي هذيك عندها قداه المشروع في الجزائر خدمت بزاف في الجزائر اسمع كي وصلوا للدوسي تاعها راح يجبدوا في الجزائر خمو بالعطاء دف شوف جبدوا لها دواسه ما حبش تريدوا ما حبش البروسي تاعهم حتى لوبوزيسيون لاموه عرضوه ما حبش دافع عليهم وهو جاب. المهم الاخوه نكتفيوا بهذا القدر ان شاء الله نزيدوا نعاودوا نتواصلوا في فرصه واحده اخرى ان شاء الله تحبوا نزيدوا نعاودوا نبرمجوا فيها قسره واحده اخرى نديروا لها وقت ونبرمجوا فيها دردشه واحده اخرى علاش لا هو ان نساهموا بالك لا الله يزيدوا يلتحقوا بنا اخوه اخرين ان شاء الله ان شاء الله نورتين حاجه نورتين ان شاء الله هيا تصبحوا على خير السلام عليكم على خير هاي وروح تفضل قلت لك عود دير الحوار روح هيا احكي يقول حاجه حراك بعد الحوار حوار بعد الحراك اسمع الحراك بالجمعه انت وخذي هذيك التدخلات تاعك حاجه جديده بصح انا باغي على الاقل نديروا كل ما يكون حراك تكون دير من وراه ديريكت دير حصه باه نشوفوا لي فور نتاقدوا ترى واش التغيرات دوكا الناس يتبعث لي ميساج لبعضها بالهضره بالفم واحد والاخر يرد الاخر وهكا والله بالشعارات انا يبان لي كل سبت خير باه نحلوا والله نشوفوا جديد نديرو دوك كيما راك دير في نفس الوقت انا يبان لي كل سبت وانت الله وانا السبت شخصيا انا يساعدني قاعد ما ندير والو انا نهضر على نفسي هذه فات وقتها الاخ عيسى هذه الناس راه عندها عامين الناس تحوس على الحلول كيما كان يحكي لك قبل الاخ احمد الناس تحوس على الحلول العاجله ما انا مش نهضر لك على الحلول العاجله نهضر لك على الحوار انت قلت اذا حبيت هذوك الحوار مش ايه نتلاقاو ماشي على جال باش نقعدو نقصرو نتلاقاو على جال باش نتحدثو في قضية وطنية نتحدثو على جال باش ظروف انا نرني من فهمت نرني مجند روحي من عام سي سيلفو كيما قالوا اش جايز من عام سي سيلفو ايه كيما قالوا اش جايز من عام سي سيلفو احنا رانا نحوسوا على جل باش نديروا اضافه فهمت انا راني شفت باللي جبدت روحي هذه المده الاخيره هذه مده وانا وليت نقصت من المداخله تاعي
كانت عندي ظروف لا داعيه لذكرها، ولكن هذاك الفراغ اثر بزاف. تما كاينين الناس اللي هما استغلوه لانهم حبوا يديروا ثنائيه بين هذا وهذا. تبع انت يا تبع انت بن زديره ولا تبع انت امير دي زاد، حابين يخلقوها هكذاك. انا خرجت على جال باش هو انه انسان يجيب طرح واحد اخر، فهمت؟ ما كان لا هذاك ولا ذاك، جيب طرح اخر، جيب بديل، افكار، مشاريع، برامج كذا، على جال باش الناس تتناقش، ترفع انت من مستوى هذاك نتاع النقاش هذاك وتمشي بهم. ما حابين يفرضوا علينا هذاك الرداء هذيك وهذيك السيرك هذاك، ايوا تبقى الناس نتايا هو هذاك وهذاك وهذاك. دونك وليت تسمع على جال باش الواحد يساهم في هذا النقاش. والنقاش تعرف انت ذكرها افكار كي تقتنع بها الناس، وما بعد تقدر تمشي بها لقدام. هذه هي المهم. رانا عند بعضنا ان شاء الله نفكروا في القضيه هذه، ممكن بلاك نديروا فيها برنامج وان شاء الله نزيدوا نناقشوا. انت الملاقات هذه تنونسيها في الفيسبوك نتاعك ولا نديروها في الفيسبوك؟ اللي كان تسمى يعني راكم مقتنعين بالفكره هذه، ممكن نعاودوا نديروا عليها نقاش، نفتحوا نقاش عام عليها، تجيو كما ممكن بلاك واحد تبان له افكار واحد اخرى، تبان له افكار واحد اخرى. اليوم واش رانا اليوم؟ دخلنا في يوم الثلاثاء. الثلاثاء نف مارس. اذا كان تحبوا نديروا نقاش، دوك المشكل وين هو؟ انه الوقت كما احنا والمانيا وقيلا ما ناش بعد على بعضنا، ما كانش سي لا ميم ميمور. انت راك في فرنسا؟ انا راني في فرنسا. انا ما يهمش انا العشيه ما يهمش. المهم نديروا فيها واسمو كي ديروا تاع الثمانية. انا عندي على الشاشه نقدر نسمعك، ما بنخدم نقدر نسمع، انا ما عنديش مشكل. نديروا نقاش مفتوح حول الانتخابات ونروجوا لهذا واسمو تعرف كاين الناس اللي راح تكون عندهم ردود فعل، هذا امر مفروغ منه هذه. لكن احنا نتمنى نتحدثوا في هذا الموضوع. إلا كانت أنت كما نقولوا اقتنعت الناس بالفكرة، بلك لربما يبانوا لنا كاش مجموعات، بلك يبانوا لنا كاش إخوة هكذا مقتنعين بنفس الفكرة اللي رانا فيها ونمشي. وكي أنت ذوك أنت تبش تنظم لما يكونوا عندك ناس وي مقتنعين، تقدرش أنت تنظم هكذاك في الفيد. كي يكونوا عندك ناس قال مثلا يخرجوا لك خدوه مجموعات على مستوى الوطني وحاملين نفس الفكر هذا وكذا، فيما بعد انت تبدا تنتقل. قال ربما تلقى ناس يثيروا القضيه هذه في وسائل الاعلام مختلفه، او بالك لربما يوليوا احنا نشاركوا حتى في قنوات فضائيه، فهمت؟ على جال باش انت تتحدث على هذه القضيه. وفيما بعد قال توضع الناس أسس هكذا، قال مثلا دير ميثاق ولا دير أرضية مشتركة ولا كذا وتمشي. هذا هي. المهم أنا عند بعضنا إن شاء الله نحاول إن شاء الله نديروا لها موعد إن شاء الله، وراني نخبركم بالقضية إن شاء الله. هاي تصبحوا على خير. الله صحيح تصبح.